السلام عليكم أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي. إن شاء الله النهارده نبدأ مع بعض شرح وحل كتاب المعاصر الوحدة الثانية. طيب في البداية كده لو ما اتفرجتش على فيديوهات الوحدة الأولى فهتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط، الرابط ده موجود فيه كل فيديوهات يونت 1. النهارده بقى هنتكلم على الوحدة الثانية، الدرس الأول والثاني. السؤال الأول بيقول لي هنا: "Not is something that is a good price to encourage people to buy it. طيب هنا عايز يقول ان يعني الحاجة اللي بيكون لها سعر جيد في محلات بتعمل على سلعة سعر جيد علشان تشجع الناس خلي بالك بقى علشان يشتروا السلعة دي الموضوع ده كده بيكون اسمه العرض الخاص طيب أول كلمة دي كلمة بوستر دي ملصق لا طبعا سبيشال أوفر اللي هي بقى عرض خاص أيوه ويب سايت يعني موقع وكاستمر يعني زبون طيب الحاجة دي بقى بيكون معمول عليها سبيشال أوفر يعني إيه بقى سبيشال أوفر يعني عرض خاص يعني حاجة بيكون سعرها أقل من المعتاد ايه اللي بعده؟ نقط از ا ميتل بوت فور بويلينج ووتر طيب بيقول اناء معدني بيستخدم في غلي المياه يعني هنا بيتكلم على الغلايه اللي بتغلي فيها المياه توستر دي محمصه بنسخن فيها العيش وبعد كده كلمه مايكروويف ده جهاز بنطبخ فيه وبعد كده التي في اللي هو التلفزيون طبعا واخر حاجه كلمه كتل كتل خلي بالك دي مقصود بيها الغلايه بعد كده بيقول هنا not is something you can make a hot drink with it. طيب بيقول بقى حاجة أنت تقدر تعمل فيها مشروب ساخن. خلي بالك هنا بيتكلم على آلة صنع القهوة دي اسمها coffee machine. يبقى هنا الإجابة عندي coffee machine اللي هي آلة عمل القهوة. بعد كده نكمل مع بعض. بيقول هنا the antonym of smart is not. طيب خلي بالك بقى كلمة antonym دي مع... معناها عكس أو مضاد. طيب هنا طالب منك عكس كلمة smart اللي هي معناها ذكي طبعا الكلمة اللي بتديني عكسها هي كلمة stupid اللي هي بيكون معناها غبي خلي بالك بقى الكلمة ومعناها مهمة جدا بعد كده بيقول people in this hospital have special care وبيسألني بيقول the word special can be replaced by نقط طيب بيقول لك هنا ان الناس يعني في المستشفى بيكون لها الناس دي في المستشفى هنا بيكون لها يعني او عندهم سبيشال كير يعني رعايه خاصه كلمه خاص بقى اللي هي سبيشال اقدر استبدلها بايه يعني عايز كلمه بتساويها طيب كلمه سبيشال بتساوي عندي بارتيكولر اللي هي معناها خاص او مميز او محدد نفس المعنى برضو الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا boss TVs have a big بيج I am going to buy one of them. طيب بيقول هنا إن كلا التلفزيونين الجهازين دول يعني عليهم إيه بقى كبير. بعد كده بيقول أنا هشتري واحد منهم. طيب طالما هيشتري واحد يبقى هم عليهم خصم أو تخفيض. كلمة تخفيض أو خصم اللي هي ديسكاونت. يبقى هنا بيقول a big discount خصم كبير. اللي بعده the word not is close meaning to the word discount. طيب هنا طالب منك بقى كلمة متقاربة في المعنى مع كلمة ديسكاونت احنا قلنا ديسكاونت يعني خصم او تخفيض او قريبة في المعنى مع كلمة سيل المحل بيعمل سيل وبيعمل ديسكاونت يعني خصم او تخفيض او عرض على البضائع اللي بعده بيقول you are and what ask the customers what they want to buy طيب انت هنا بتشتغل ايه بيقول لك انت بتسأل العملاء او الزباين على الحاجة اللي عاوزين يشتروها طيب اللي بيعمل ده هو البائع في المحل بائع في المحل ده اسمه شوب اسيستنت فهنا دي وظيفه شوب اسيستنت. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا This smart screen has a 25% نقط وبعدين بيقول usually it costs 6000 باوند. ان هي بتكلف 6000 جنيه. But now دلوقتي it is only 4000 باوند. طيب هنا عايز يقول يعني الشاشه الذكيه دي عليها 25% ايه بقى؟ عاده هي سعرها 6000 جنيه ولكن دلوقتي سعرها 4000 ونص يبقى هي عليها ايه؟ عليها 25% خصم. كلمة خصم أو تخفيض اللي هي ديسكاونت يبقى أقول 25% ديسكاونت. السؤال اللي بعده some people بعض الناس كان نقط اونلاين يوزنج سمارت فونز. طيب بعض الناس بيقدروا يعملوا إيه على الإنترنت باستخدام الهاتف الذكي. طبعًا بيقدروا يتسوقوا عبر الإنترنت اللي هي اسمها شوب اونلاين يبقى بيعملوا شوب اونلاين. السؤال اللي بعده بيقول هنا this note is from our website about the new capital. طيب بيقول يعني إن الإعلان ده من الموقع عن العاصمة الجديدة كلمة اعلان اللي هي advert عايز يقول this advert السؤال اللي بعده بيقول لي هنا there is a special نقط to have a free one when you buy two pieces طيب خلي بالك عايز يقول هنا انه موجود عرض خاص انك انت يعني هتاخد قطعة مجانية لو انت اشتريت قطعتين طيب كلمة عرض خاص بقى رجالة دي اسمها special offer يبقى لازم تبقى حافظها يبقى هنا كلمة offer السؤال اللي بعده بيقول هنا: A knot is a machine that cooks food quickly يعني الاله اللي بتطهو الطعام بسرعه using waves باستخدام الموجات، طبعا الاله اللي بنطهو بيها الطعام دي اسمها مايكرويف، يبقى اقول له هنا شباب كلمه مايكرويف. السؤال اللي بعده بيقول هنا: knot means using computers or the internet to make something work better. طيب استخدام بقى الكمبيوتر او الانترنت علشان تجعل شيء ما يكون افضل الحاجة دي بنسميها حاجة ذكية زي الشاشة الذكية كده فنقول هنا سمارت يبقى هنا سمارت السؤال اللي بعده بيقول هنا you can make an adjective from the verb use by add نوت طيب بيقول بقى احنا بنكون الصفة خلي بالك من الفعل يوز باننا نضيف له ايه بنحط له في الاخر كده شباب صفكس اللي هو اف يو ال علشان يبقى يوسفول الصفة من ناحية يعني. اللي بعده بيقول هنا the opposite of the verb buy is not. طيب هنا طالب منك خلي بالك عكس او مضاد كلمة buy. buy يعني إيه؟ buy يعني يشتري. عكس يشتري بقى يبيع. كلمة يبيع اللي هي sell. فأقول له هنا sell. السؤال اللي بعده بيقول هنا to give the opposite of the word expensive we add the prefix not. طيب هنا بيقول علشان نحصل على عكس أو مضاد كلمة expensive اللي هي معناها غالي الثمن بنحط لها prefix. بريفكس اللي هي بادئة قبل الكلمة هنا بنحط IN علشان تبقى inexpensive اللي هي معناها رخيص يعني. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا the word inquire gives the same meaning of not. طيب بيقول هنا كلمة inquire بتديني نفس معنى كلمة إيه. خلي بالك inquire معناها يسأل بتساوي عندي كلمة ask. السؤال اللي بعده بيقول هنا the word free can be the opposite of not كلمة free بقى اللي هي معناها مجانا دي طالب منك عكس الكلمة عكس كلمة مجاني كلمة مدفوع مدفوع الثمن اسمه paid يبقى لك هنا paid السؤال اللي بعده بيقول هنا she likes to wear a or a knot around her neck طيب بيقول لك ان هي بتحب تلبس ايه حوالين رقبتها على رقبة بيلبسوا العقد كلمة عقد بقى ده اسمه نيكلاس فهي بتلبس نيكلاس يعني عقد السؤال اللي بعده بيقول هنا اف something is special this means it's not not لما يكون في شيء ما مميز او خاص ده معناه ان الحاجة دي not ايه مش ايه طبعا مش عادية كلمة عادي بقى اللي هي usual فاقول it's not usual حاجة مش عادية اللي بعده بيقول what's the not of the day in Carrefour وقال له في الاجابة a smart tv بيسأل بقى بيقول ايه الصفقة اللي موجودة النهاردة في كارفور قال له الشاشة الذكية فهنا اكيد بيتكلم على صفقة اللي هي اسمها ديل السؤال اللي بعده بيقول هنا she always buys many things not special offers هي دايما بتشتري اشياء كتير عايز يقول بقى on special offers خلي بقى لك كلمة special offers بيجي قبلها حرف الجر on في عرض خاص يعني اللي بعده بيقول هنا كان يو نوت مي انفورميشن اباوت ذس ماشين حد بيسال الثاني بيقول له هل ممكن تعطيني معلومات ممكن تديني معلومات عن الاله دي يعطي اللي هي جاف يبقى له هنا جاف اللي بعده مام اولويز بريفيرز تو باي ثينجز نوت ذا هاوس ماما دايما بتفضل انها تشتري عايز يقول بقى الاشياء للمنزل طبعا هنا عايز حرف الجر فور دي اسمها ثينجز فور ذا هاوس على بعضها كده فهنا نختار كلمه فور الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء جديد كده بيبدا يختبر فيه حفظك للكلمات يعني ايه الكلام ده هيدي لك جمله ناقصه كلمه وبيكتب لك الكلمه دي بالعربي ويطلب منك بقى انك تجيب معناها بالانجليزي طيب هنبدا نحل مع بعض كده بيقول هنا في السؤال الاول How often do you go not؟ عايز بقى كلمه تسوق هو اصلا كاتبها لك تحت هنا اللي هي شوبينج كم مره يعني بتذهب للتسوق يبقى هنا اقول له كلمه شوبينج عايز يختبر بقى انت حافظ الكلمه ولا لا اللي بعده بيقول هنا Do you buy things on؟ on ايه؟ هو طالب منك عرض خاص، طيب يعني ايه بقى كلمة عرض خاص؟ لازم تكون حافظها سبيشال اوفر، وخلي بالك السؤال ده ما بيجيش في الامتحان ولا حاجة، هو عامله بس كده عشان يشوفك حافظ الكلمة بحروفها ولا لأ، فتقول لي سبيشال اوفر، عرض خاص. اللي بعده What do you think of shopping؟ عايز بقى كلمة عبر الإنترنت، دي اسمها إيه؟ shopping أونلاين، يبقى أنت بقى كل عليك هتكتب هنا كلمة أونلاين، هو هنا بيختبر مدى حفظك للكلمة، المفروض إنك تسمع الكلمة بين طبعا سبلينج صحيح. Which useful items do you have in your kitchen؟ I have a not and fridge. طالب مني غلاية كهربية. يعني إيه غلاية كهربية؟ برافو عليك اسمها كتل. ابدأ بقى فكر بقى حروف كلمة كتل وتبدأ تكتبها له بالحروف الصحيحة. يبقى أقول له كتل اللي هي غلاية كهرباء. Which item do you think is the most useful؟ قال في الإجابة I think the وعايز منك كلمة مايكرويف. هي هي بس شوف بقى أنت عارف حروفها ولا لا. هتكتب هنا كلمة مايكروويف زي ما قلت لك هو هنا بيمرنك على المحادثة وعلى الحروف انت حافظها كويس ولا لا واخر حاجة بيقول why do you think the microwave is the most useful قالوا because it helps you not عايز منك كلمة يطبخ كلمة يطبخ اللي هي cook هو بيساعدنا يعني في ان احنا او انه يطبخ الاشياء بسرعة يبقى اقول له cook طيب نيجي بقى للجزء الاهم وهو انه برضو بيمرنك على جزء الخاص بالمحادثة طيب سؤال الديالوج زي ما قلت لك اهم حاجه إنك أنت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل، وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول هنا: ريم أند دينا أر توكينج أباوت شوبينج يعني ريم ودينا الاتنين بيتكلموا مع بعض عن التسوق. خلينا نشوف كده. ريم بتكلم دينا وبتسألها: "Do you like shopping دينا؟ هل أنتِ بتحبي التسوق؟" طيب هنا هتقول لها حاجة، قالت لها بعد كده: How often do you go shopping كم مره بتتسوقي يبقى هي بتحب التسوق فهترد تقول ايه ممكن تقول yes i do يعني ايوه انا بحب yes اليو بتتحول في الاجابه الى i ودو بتنزل زي ما هي سالتها سؤال كم مره يعني بتتسوقي طيب انت بص في المحادثه في هنا عدد مرات معين ما فيش يبقى اكتب اللي انت عايزه تقدر طيب تكتب مثلا twice once او تكتب مثلا every weekend خلاص يبقى اللي انت عايزه هنا هيكون صح فخلينا نكتب once a بتنزل مثلا تعمل شوبينج مره واحده في الاسبوع تمام كده يبقى اقول وانس بعد كده ريم سالت سؤال كانت الإجابة I like to go shopping with my friends. أنا بحب أتسوق مع أصدقائي. يبقى بتسأل مع مين يعني بتحب تتسوق طيب ما العقل دي اسمها هو ممكن تقول هنا هو do you go shopping with؟ بتسأل كلمة with يعني مع هتقول لها هو do you go shopping with؟ بتذهبي إلى التسوق مع مين؟ فقالت لها مع أصدقائي. طيب بعد كده نكمل ريم سالت سؤال الاجابه كانت دينا بتقول لها يس اي اولويز باي اون اوفر بتقول ايوه انا بشتري الاشياء اللي موجوده في العرض او الاشياء اللي عليها عرض خاص طيب يبقى هتسالها بهل لان الاجابه بي اس يبقى بهل طيب الفعل جاي في المصدر فهسال بدو هتقول لها دو يو باي هل انت بتشتري وتكمل بقى ثينجز اون سبيشال اوفرز يعني عايزه تقول لها هل انت بقى بتشتري ومن الإجابة من بعد باي بتكمل باي things اون سبيشال اوفر بتكتب للآخر يعني بتقول لها هل انت بتشتري الحاجات اللي بيكون عليها عرض خاص او اللي بيكون عليها عرض مميز فقالت لها ايوه بشتري الحاجات اللي عليها عرض بعد كده ريم قالت وات دو يو ثينك اوف شوبينج اون اه ايه رأيك يعني في الشوبينج أونلاين فتقدر تكتب اي ميزة هنا اي ثينك اتس نايس ده شيء رائع او اي ثينك وتقول اتس كمفورتبل يعني ده شيء يعني مريح جدا فهي بتقول رايها I think انا اعتقد it is comfortable ان التسوق عبر الانترنت ده مريح. بعد كده برضو بيكون عندي محادثه ثانيه نفس الكلام لازم تقراها كلها وتترجمها والسطر ده برضو مهم جدا. طيب بيقول هنا هدير از اسكينج لوسي اباوت useful ايتمز ات ذا كيتشن هدير بتسال صاحبتها برضو عن العناصر او الاجهزه المفيده في المطبخ ايه الاجهزه المفيده في المطبخ يعني؟ فهدير بتسأل are you free to help me do something هل أنت فاضية تساعديني في بعض الأشياء طبعا هتقول لها yes I am أيوة أنا فاضية أو تقول sure أو تقول of course أي إجابة برضو هتكون صح بعد كده قالت لها can I ask you some question هل أنا بقى أقدر أسألك بعض الأسئلة تقدر برضو تقول لها sure أو تقول مثلا yes ونعكس زي ما تعودنا you can أيوة أنت تقدري نفس الإجابة برضو طيب بعد كده أول سؤال بقى which useful items Do I need in my kitchen؟ ايه الأجهزة المفيدة اللي أنا هحتاجها في مطبخي؟ طيب كمل عشان تعرف هي ردت عليها وقالت لها على الأجهزة دي بعد كده سألت السؤال وقالت أنا أعتقد إن الميكروويف هو أفضل جهاز يبقى هنقول كام جهاز كده من ضمنهم المايكروويف؟ يعني نقدر نقول مثلا مايكروويف ده طبعا آه، أنتِ محتاجيه يعني أنتِ محتاجة في المطبخ أند وتقول مثلا كوفي ماشين آه، أو تقول أند كتل يعني غلاية أو طبعا تكمل أكثر من حاجة برضه لانها بعد كده هتسالها تقول لها ايه بقى افضل حاجه من دول يعني السؤال ده اللي هو which item which يعني اي اي جهاز دو يو think اللي انت بتعتقدي is the most useful زي ما هو قال في الاجابه هي بتقول لها ده الميكروويف ده هو اكتر جهاز مفيد فهي اكيد بتسالها ايه بقى اكتر جهاز مفيد يبقى which item do you think لانها في الاجابه بتقول لها I think is the most useful ايه من رايك يعني الجهاز الاكثر فائده في الاجهزه دي الميكرويف ولا الكتل فقالت لها انا اعتقد ان الميكرويف هو افضل جهاز طيب بعد كده هدير هنا اخر حاجه سالت سؤالك لها بيكوز ات هيلبس اس كويك كويكلي فطبعا هتقول لها واي ليه يعني هو افضل جهاز او تقول واي دو يو ثينك ات ذا موست useful الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الاسئله الخاصة بالقواعد طيب محتاج افكرك هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف رابط الرابط ده موجود في شرح قاعدة الوحدة الثانية بالكامل. نبدأ مع بعض شرح أسئلة القاعدة. السؤال الأول بيقول هنا: كمبيوترز أر نقط زان كيتلز. طيب خلي بالك هنا أهم حاجة بقى في درس الصفات إنك تحدد الجملة دي تفضيل ولا مقارنة. طيب أعرف إزاي مستر؟ خلي بالك حط هنا هنا في الجملة. لو لقيت كلمة زان حط هنا عليها وقول يا مستر زان دي معناها إن هو بيقارن بين حاجتين. طيب يعني هو عايز يقول إن الكمبيوتر بيكون أغلى من الكتلز تمام بعد كده اعمل ايه بعد كده حدد الصفه بقى دي قصيره ولا طويله ها كلمه اكس دي صفه طويله طالما مقارنه صفه طويله يبقى يجي قبلها مور او لس زان بس كده طب لو كانت صفه قصيره كنا حطينا الصفه اخرها اي ار زان طيب دي صفه طويله يبقى اقول ايه مور في الاول يعني ان الكمبيوتر طبعا اغلى من الغلايه وبعدين الصفه زي ما هي اكتبها تاني اللي هي اكسبنسيف يبقى اول اجابه بالراحه كده وببساطه مور اكسبنسيف زان الكمبيوتر اغلى من الكتلز تمام؟ السؤال الثاني بيقول هنا ام sure you are not than me طيب خلي بالك برضو هنا في عندي في الجملة كلمة زان بعد النقط قلت لك حط عينك عليها وقول لي دي مقارنة أعمل إيه بقى؟ شوف الصفة lucky دي صفة قصيرة بنقولها من مقطع واحدة أهو syllable lucky أعمل إيه؟ بيجي في أخرها إي ER. ار ولو أخرها واي بشيل الواي وأحط مكانها اي فبقول luckier يبقى هنا أقول أخرها أي إي -E ار luckier than يعني اكثر حظا مني السؤال اللي بعده بيقول هنا you ate too much بعد كده بيقول you have the amount of food left طيب خلينا نشوف هنا بيقول بيقول له يعني انت اكلت اكل كتير قوي انت عندك عايز يقول بقى اقل اكل باقي طيب هنا عايز كلمه اقل دي صيغه ايه بص كده في هنا قبل النقط كلمه ذا ذا يعني صيغه تفضيل يجي قبلها التفضيل طيب صيغه التفضيل اللي هي ليست يبقى اقول له ذا ليست اماونت اقل كميه او الكميه الاقل اللي بعده اي لايك ذس تي في بات ولكن اي سينك ذا سمارت وان از ذا نوت وان ان ذا شوب خلي بالك عشان في تركايه هنا بيقول يعني انا بحب التلفزيون ولكن بقى الشاشه الذكيه او التلفزيون الذكي عايز اقول ان هو بيكون الافضل ايه اللي عرفني ان تفضيل في ذا قبل النقط طب اعمل ايه جود احط لها اي اس تي قال لك لا في صيغه التفضيل جود دي بتعتبر من الصفات الغير منتظمه يعني اقول آه طبعا جود المقارنه منها بيتر طب التفضيل بيست فاقول ذا بيست ودي لازم تتحفظ اللي بعده ناو دايز اتس نوت to shop online than going to the shops نفس الكلام جايب لي good good صفة شاذة في النطق بتاعها ليه يا مستر؟ طالما أنا عندي ذان يبقى هجيب صيغة المقارنة من good اللي هي إيه؟ أحط لها إي آر قال لك لا دي إيه؟ بتتحفظ good المقارنة منها بيتر والتفضيل بيست يعني أقول ممكن أقول مثلا good better than the best لازم تحفظها كده يبقى أنت لما تيجي تقول بقى مقارنة من good تقول لي better than يعني أفضل من واللي بعده بيقول هنا the supermarket is the mod shop in my town طيب انا عندي قبل النقط قلت لك عشان تعرف التفضيل حط عينك بقى على الكلمه اللي قبل النقط لو لقيت فيها ذا يبقى دي صيغه التفضيل التفضيل يا شباب ذا زا زائد الصفه اخرها اي اس طيب لو صفه قصيره طبعا لو صفه طويله بتبقى ذا موست او ذا ليست الصفه هنا اخرها واي ودي صفه قصيره اللي هي بيزي فهشيل الواي واحط مكانها اي اي -E نفس الكلام فالصح ان انا اقول ايه بيزيست عايز يقول ان السوبر ماركت ده بيكون هو اكثر او الاكثر ازدحاما في المدينه يبقى هنا رقم ستة راجع معايا تاني رقم ستة رجالة هتبقى بيزيست اخرها اي اي اس تي يبقى هنا هقول بيزيست معلش هنا هنظبطها تاني اس وبعد الاس تي يبقى بيزيست يعني ايه الاكثر ازدحاما دي صيغه التفضيل طبعا اللي بعده بيقول هنا سمارت فونز ار ماتش نوت تو يوز ذان ذا اولد وانز طيب برضو خلي بالك حد بيقول لي مستر انا عندي في الجمله هنا زان بعد النقط يبقى دي صيغه ايه؟ مقارنه لعبه سهله طيب مقارنه بقى اشوف الصفه قصيره ولا طويله ايزي صفه قصيره احط لها في الاخر اي ار طب لو اخرها واي اشيل واي واحط مكانها اي فتبقى ايزير اللي بعده بيقول هنا ذا نقط يوسفول ثينج ان ماي كيتشن از ذا فريج طيب سهله كده احنا عندنا اصلا ذا وراها نقط يبقى دي صيغه تفضيل عايز يقول يعني طبعا يوسفول دي صفه طويله يبقى عايز يقول هنا ذا موست بقى ما ينفعش مور مور لو في زان بعد يوسفول انما صيغه التفضيل بنقول ذا most useful اللي بعده بقول ذا فيلم واز تيربل اي ثينك ات واز ذا نوت فيلم اي هاف ايفر سين بيقول الفيلم ده بيكون سيء جدا اعتقد ان ده الاسوا او اسوا فيلم انا شفته طالما شفت انا شفته قبل كده يبقى دي صيغه التفضيل ذا بيجي وراها الصفه طبعا اخرها اس لكن كلمه وارس برضو من الصفات الغير منتظمه زي جود صيغه التفضيل منها وارست لازم احفظها اللي بعده بيقول هنا which item do you think is not expensive طيب ده سؤال بيقول اي جهاز اللي انت بتعتقد ان هو الارخص طب دي صيغه مقارنه ولا تفضيل احنا قلنا ذا زائد الصفه دي تفضيل يبقى هنا اقول له ليست ودي برضو من الحاجات اللي لازم تحفظها اما ليست دي مقارنه فاقول له ليست الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول هنا ذا جيراف الزرافه از تولر نقط ذا كامل طيب خلي بالك دي مقارنه عايز يقول ان هي اطول من الجمل حد بيقول لي طب ما في زان اهي اقول لك خلي بالك دي مش زان اقرا الكلمه صح وركز هنا دي اسمها زان اللي هي تي اتش اي ان لازم تكتبها صح يبقى اسمها تولر زان طب هو ممكن يجيب لي سؤال زي ده اه طبعا ممكن يجي السؤال اللي بعده نو وان از نوت زان احمد ان ذا كلاس طيب دي برضو صيغه مقارنه، عايز يقول لاحد اقوى من احمد، قلنا زان يبقى قبلها مقارنه، از عايز از بعد الصفه ما تنفعش، طب كلمه سترونج دي صفه قصيره، او احط لها اي ER ار فتبقى سترونجر ذان، يعني مفيش حد بقى اقوى من احمد في الفصل، يبقى سترونجر، الصفه اخرها اي ER. ار. طيب السؤال اللي بعده بيقول هنا which place اي مكان يعني is the not in Cairo to visit؟ اه خلي بالك بقى ذا قبل النقط حط عينك عليها وقول لي دي يا مستر صيغه تفضيل الصفه بتيجي بعد ذا اخرها اي اس تي فالصح ان هي تبقى نايسست nice دي صفه قصيره لو صفه طويله بنقول موست ذا موست او ذا ليست اللي بعده وات از ذا نقط بليس يو هاف فيزيتد طيب برضو نفس الكلام في ذا قبل النقط كلمه فارزر كان يجي بعدها زان كانت تبقى صح في المقارنه لكن دي صيغه تفضيل فالصح هنا تقول لي فارزست معناها ايه؟ معناها الابعد يبقى هنا فارسست ابعد مكان يعني بيقول ايمنز كار از نوت اكسبنسيف ذان هيز انكلز حد واخد باله من حاجه ذان حط عينك عليها زي ما قلت لك قبلها صفه طويله يبقى يجي قبلها مور او لس ما ينفعش موست ليه ذا موست وذا ليست للتفضيل ما بيجيش بعدهم ذان اما اللي بيجي مع زان مور او لس يبقى تقول لي مور اكسبنسيف محمد صلاح از ذا نوت بلاير ان انجلاند year طيب محمد صلاح عايز يقول ان هو الافضل او افضل لاعب طب بيتر احنا اتفقنا ان دي مقارنه من جود عايز اجيب التفضيل من جود لازم اكون حافظها اللي هي ذا بيست خلي بالك الصفات الغير منتظمه هم كلهم ست صفات لازم يتحفظوا اللي بعده دي يقول هنا باسكت بول از نوت اكسايتنج ذان فوتبول طيب عندي ذان يبقى دي مقارنه طيب اكسايتنج صفه طويله عايز قبلها مور او لس هو جايب لي ليست هشيل ليست واحط لس يعني عايز اقول ان كره السله بتكون يعني اقل حماسا من كره القدم فاقول لس اللي بعده This is the not place I have ever seen. قلنا الصيغة دي صيغة تفضيل. عايز يقول إن هو أقدم مكان أنا شفته في حياتي أو المكان الأقدم. قلنا ذا بيجي بعدها الصفة آخرها E S T. Old صفة قصيرة. فأقول oldest. اللي بعده. ليه لي أحمد is my not teacher. طيب هنا انا بقول ان احمد بيكون طب ما هي صح يا مستر ده بيست قال لي خلي بالك بقى في تركايه هنا لما يكون عندي صفه ملكيه او ابصر في اس الملكيه هنا لازم اشيل ذا دي قاعده لازم تحفظها طالما قال لي ماي بقول ماي ما بيست تيشر يعني احمد بيكون مدرسي المفضل فتقول لي هنا بيست عشان صفه الملكيه اللي بعده بيقول لي هنا علي از ذا نوت اوف ذا تو براذرز طيب هنا عايز يقول برضو ان علي بيكون اطول من اخواته الاثنين خلي بالك هو بيقارن بين علي وبين اخواته الاثنين فدي برضو هتعتبر مقارنة فهنقول هنا تولر يبقى أقول تولر of the two brothers الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الأسئلة الخاص بالقواعد. طيب ركز بقى معايا علشان أشرح لك الأسئلة بالتفصيل. نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول لي هنا بوس نبيل and علي وبيقول لي نقط at school يسري طيب خلي بالك بقى كلمة بوس and دايما بيجي وراها فعل جمع. الفعل اللي عندي هنا اللي هو بي. اي بي ده؟ بي ده شباب بيتصرف في المضارع الى ام واز وار يعني الفعل بي ده اول ما اشوفه على طول احفظ الكلام ده ام واز وار في المضارع واز وير في الماضي هختار انا حاجه على حسب زمن الجمله تاني كده احنا قلنا ان باوز دايما بيجي وراها فعل جمع يبقى انا عايز يا ار يا وير ده اساسي دايما بيجي وراها يا شباب الفعل بعدها دايما بيجي جمع طيب هختار بقى ار ولا وير على حسب زمن الجمله يظهر دي دي ماضي فهنا اقول ايه وير برافو عليك يبقى من علي ونبيل كانوا في المدرسة امبارح يبقى انا هنا محتاج اكتب كلمة وير بالراحة كده وبتفهم واحدة واحدة اللي بعده بيقول هنا نيزر علي نور اي نوت وبعدين بيقول بريزنت لاست نايت خلي بالك في قاعدة بتقول ان في بقى نيزر نور الفعل يتبع الفاعل الثاني الفعل الثاني اللي هو اي هتحط عينك دايما على الفعل الثاني وتشوفه بقى بياخد ايه خلاص كده؟ طيب اي بقى هتاخد ايه؟ من من فعل اللي هو بي، طب احنا اتفقنا بي اللي هو ام was, ار was, وير على حسب زمن الجمله، طب لاست نايت يعني الليله اللي فاتت يبقى الجمله هنا ماضي يبقى هروح لwas, وير، طيب اي بقى بتاخد واز يبقى سهله كده وبالراحه، يبقى ولا علي ولا انا كنا عايز يقول كده يعني يبقى اي واز اللي بعده بيقول هنا باوز رامي نقط كمال جوت فول ماركس طيب خلي بالك برضو انا اتفقت معاك ان كلمة بوس دايما بيجي معاها اند عايز أقول يعني كلا من رامي اند كمال رامي وكمال يبقى هنا اختار كلمة اند اللي بعده بيقول هنا نيزر علي نور هاز فريندز نوت ات سكول ناو طيب احنا بقى عرفنا اللعبة كلمة نيزر نور الفعل هكتب لك القاعده هنا الفعل بيتبع الفعل الثاني ركز في القاعده دي يعني ايه يا مستر الفعل يتبع الفعل الثاني يعني اول ما تشوف نيزر نور روح حط عينك على الفعل الثاني اللي هو مين هاز فريندز شوفوا بقى جمع ولا مفرد طب الفعل بي يبقى ام are ار وازو وير طب ده ناو مضارع يبقى اختار مين ار ليه اخترنا ار لان فريندز جمع يبقى انا لما بلاقي نيزر بختار الفعل تبع الفعل الثاني بعد كده بيقول بوث اوف ذا تشيلدرن نوت ايس كريم طيب احنا قلنا ان كلمه باس اوف دايما بيجي بعدها الفعل جمع اوعى تنسى الكلام ده يبقى انا عندي كلمه باس بيجي وراها الفعل جمع طب جمع ده يعني, يعني الفعل يجي في المصدر مضارع بسيط يبقى انا اقول هنا لايك like. كل من الاطفال عايز يقول لايك like. يعني ايه لايك like يعني بيحبوا الايس كريم الطفلين دول بيحبوا الايس كريم بعد كده بيقول نقط ماي سيستر اند اي لايك بلاينج تنس سهله دي حد واخد باله من حاجه اه في هنا اند نيذر بيجي معاها نور ما بيجيش مع اند أمال مين اللي بيجي مع اند كلمة both يبقى هنا أقول بوس my sister and I اللي بعده بيقول هنا not of my friends goes shopping every day طيب عايز يقول يعني ولا واحد من أصدقائي بيتسوق كل يوم طيب ليه يا مستر عرفنا ان هي نان of مش both of خلي بالك هنا كلمة goes جوز, جوز جاء مفرد احنا قلنا ان both بيجي وراها الفعل جمع طب جوز دي جاية مفرد اخرها اي اس يبقى هنا كان عايز يقول ولا واحد من صحابي مش كل ايه مشكلة اصحابي يبقى هنا اقول نان of my friends goes اللي بعده بيقول هنا I like neither the red one not وبعدين بيقول لي the blue one طيب هو جايب لي كلمة or احنا عارفين ان كلمة neither او neither انه تنصح ما بيجيش معاها or بيجي معاها nor يبقى دي حاجات لازم تحفظها neither nor و either or اللي بعده you can choose not soup or salad with your meal طيب هنا بيسأل بقى طيب انا عندي اور يا مستر خلاص سهله بقى هشيل نيزر واحط ايزر اللعبه كلها ان كلمه ايزر بيجي معاها اور ونيزر بيجي معاها نور وباس بيجي معاها اند اللي بعده بيقول هنا نوت اوف زوس نيكليسز ار نايس وبعد كده بيقول اي كانت ديسايد انا مش قادر اقرر ويتش وان تو باي اي واحد هشتري طيب خلي بالك هنا عايز يقول يعني ان كل العقود دي بتكون رائعه طيب ايه اللي عرفني انا عندي هنا كلمه ار ده فعل جمع فعل جمع يبقى عايز باز اوف خلاص وبعدين هو كمان بيقول انا مش قادر اقرر هشتري ايه معنى كده كلهم حلوين فاقول باس اوف اللي بعده I want to buy both a shirt and trousers انت قول بقى ها كلمه both بيجي معاها اور ولا اند اند يبقى لازم تبقى حافظها فتقول لي هنا a shirt and trousers يعني التيشيرت والبنطلون اللي بعده بيقول لي هنا نوت ذا سمارت تي في نور ذا لارج خلي بالك بقى خلاص انا عندي كلمه نور بوس ما بيجيش معاها نور اللي بيجي معاها نور هي نايزر او نيزر فاقول هنا نيزر ذا سمارت خلي بالك النطقين صح ممكن تقول نيزر وممكن تقول نايزر طيب يبقى هنا هقول له نيزر اللي خلانا نختارها كلمه نور اللي بتيجي معاها طيب بعد كده بيقول لي دو نقط اوف يو بلاي فوتبول افري داي طيب هنا مستر اللي هينفع معايا ان انا اقول دو بوس اوف ليه بقى؟ ركز كده شوف الفعل التاني جاي ايه؟ جاي جمع طالما جمع مش هينفع اقول نون اوف يبقى عايز يقول هل آه طبعا آه كلكم يعني بتلعبوا فاقول دو بو بوس هي اللي تفهم معايا كلمه بوس اللي بعده باس ذا نيوز اند ذا انفورميشن are ترو طيب خلي بالك بقى هنا بيقول كل من الاخبار والمعلومات ما حدش يتلخبط طالما عندي اثنين يقول الاثنين دول ايه؟ جمع خلاص طب احنا قلنا ان كلمه بوس بيجي وراها دايما الفعل جمع فهقول ار ترو بعده بيقول هنا ايذر منى اور هبة طيب احنا اتفقنا ايذر اور الفعل بيتبع الفعل الثاني خلاص يا شباب يعني اعمل ايه يا مستر؟ يعني اروح احط بقى عيني على الفعل الفاعل الثاني واحدد، هبه دي مفرد، يبقى ينفع اقول بلاي؟ لا، بلاي ده فعل في المصدر بيجي مع الجنب، الصح ان انا اقول بلايز، ليه؟ لان الفعل يتبع الفاعل الثاني، ده مع إيزر ونيذر. اللي بعده بيقول هنا they not like chess, it's their favorite hobby. طيب خلي بالك هنا ما ينفعش إيزر عايز اقول هم يعني كلهم بيحبوا الشطرنج، فالمفروض انه يقول pause. طيب بعد كده بيقول هنا you can either go to school by bus نقط طالما جاب لك نور شوف بقى كلمة either بيجي معاها نور ولا or قال عيب هشيل دي وحط بقى اللي بتيجي مع either أقول either or اللي بعده بيقول هنا the new workers are lazy بيقول ان العمال الجداد بيكونوا كسالة بعد كده بيقول of them work is hard آه خلي بالك بقى, بقى كلمة work هنا جاي اخرها اس يعني ده فعل مفرد فعل مفرد يبقى عايز مين عايز none of يبقى عايز يقول ولا واحد فيهم بيشتغل بجد يبقى هنا الصح ان انا اقول له نان اوف بيجي وراها الفعل المفرد اللي بعده بيقول هنا نان اوف نوت جوز اون فوت طيب خلي بالك برضو نان اوف بيجي وراها ضمير مفعول بيجي وراها يا شباب ضمير مفعول طب ضمير المفعول من وي اللي هو اس عايز يقول ولا واحد مننا من بيمشي يعني بعد كده بيقول نيذر اوف ذا بوكس نوت تيكن يسترداي طيب ركز كده في حاجه زمن الجمله ايه؟ زمن الجمله ماضي دي اول تركيه مش هينفع ار طيب كلمه نيزر اوف بيجي وراها الفعل مفرد دايما فهنا اقول له واز هتقول از ليه بتقول واز لان زمن الجمله ماضي الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا اكسرسايز على الدرس الاول والثاني واللي بيبدا معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدايلوج سؤال المحادثه طبعا اهم حاجه انك انت تقرا المحادثه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادثه بتتكلم عن ايه بيقول هنا عمر wants to buy a t-shirt يعني عمر يريد أن يشتري تي شيرت خلينا نشوف كده مان اللي هو البائع في المحل بيكلم عمر وبيسأله can I help you can I help you دي معناها هل أقدر أساعدك ولها إجابة ثابتة كده إنك أنت تقول أيوة أو بالطبع بالتأكيد اللي هي بقى شور sure. أو تقول of course أو تقول yes you can تقدر تساعدني طيب البائع هنا قال له حاجة كانت الإجابة بتاعت عمر إنه قال I would like to buy a blue one بيقول له يعني أنا حابب أشتري طبعاً تيشرت لونه أزرق فواضح كده بيقول إيه الحاجة اللي أنت حابب تشتريها. طيب هيستخدم هنا وات اللي هي ما أو ماذا والفعل المساعد هيجي بعدها كلمة وود هو موجود عندي في الإجابة فهيقول هنا وات وود وبعد كده هيحط الفاعل اللي هو يو وبعدين يقول له لايك تو باي بيسأله إيه يعني التيشيرت اللي أنت عايز تشتريه؟ قال له أيد لايك تو باي بلو وان يعني أنا عايز اشتري تيشيرت يكون لونه يا شباب؟ لونه أزرق يبقى السؤال عندي وات وود يو لايك تو باي؟ طيب بعد كده قال له هنا وات اباوت ذس وان ايه رايك في ده يعني هنا رد عليه وقال له حاجه قال له وير كان اي تراي ات واضح ان هو موافق لانه بيقول له فين يعني اقدر اقيسه يبقى هنا يقول له اتس نايس nice مثلا هو عرض عليه تي شيرت قال له ات از نايس وساله اقدر اقيسه فين الباقي قال له يو كان تراي ات اون ان ذا دريسنج روم تقدر انك تقيسه في غرفه تغيير الملابس عمر قال له سؤال كانت الاجابه اتس 150 باوندز يعني ده ب 150 جنيه يبقى بيسال عن ايه؟ عن السعر السؤال عن الثمن بنقول هاو ماتش يبقى يقول له هاو ماتش كم ثمن وطبعا يحط هنا الفعل المساعد اللي موجود عندي في الاجابه اللي هو از وهيقول ات اللي هو التيشيرت يعني كم ثمن التيشيرت قال له هنا كام يا شباب؟ 150 جنيه في النهايه البائع ساله وقال له اني anything else اي شيء اخر فطبعا عمر رد عليه وقال له ثانك يو ثانك يو اللي هي شكرا. بيقول عايز حاجة ثانية يعني فممكن نقول له إيه؟ شكرا لك اللي هي ثانك يو. طيب بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا سؤال اختياري. السؤال الأول بيقول هنا The opposite of the verb buy is not. طيب طالب منك بقى عكس أو مضاد خلي بالك كلمة باي باي يعني يشتري. عكس يشتري بقى يبيع. كلمة يبيع اللي هي sell فعكس باي سيل. اللي بعده بيقول هنا he was fortunate enough to win the game. also he didn't play well وبيسالني كلمه fortunate means نقط طيب هنا بيقول يعني ان هو كان محظوظ بشكل كافي لانه كسب بالرغم من انه لعب بشكل سيء طيب يعني ايه كلمه محظوظ يعني lucky بتساوي lucky يعني اللي بعده بيقول لي نقط means a good or cheap price طيب ايه يعني اللي معناه ان الشيء ده جيد وسعره رخيص طبعا دي صفقه كويسه حاجه جيده بسعر رخيص بنقول عليها deal اللي هي معناها صفقه اللي بعده بيقول لي the suffix f u l in useful makes it r n not. السفكس اللي هو f u l في كلمة useful ده بقى بيكون لي إيه من الكلمة؟ طبعا useful دي صفة يبقى هنا بيكون لي ال adjective الصفة. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا r n not is used to make hot drinks. طيب بيقول لك بقى إيه الحاجة اللي بنستخدمها علشان نعمل مشروبات ساخنة. طبعا عندنا حاجة اسمها Coffee ماشين اللي هي طبعا ماكينة صنع القهوة يبقى أقول له coffee ماشين اللي بعده there are a lot of free courses online هو بيقول لي كلمة free بتعني ايه؟ طبعا free يعني مجانا معناها بقى يا شباب يعني حاجة غير مدفوعة غير مدفوعة اللي هي unpaid طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال read and complete تكملة النص السؤال ده طبعا عبارة عن نص صغير النص ده بتقرأ كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك هنا ست كلمات بتبدا تختار منهم اربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات اللي قدامك نبدا مع بعض بيقول there از ان ذا مول ان اور بيقول يعني ان في خصم او عرض كبير جدا في المول اللي في المنطقه بتاعتنا خلينا نشوف كده بيقول اول ذا كلوز كل الملابس ار نوت ذان يوجوال ذس ويك اه هنا بقى بيقول ان كل الملابس أرخص من المعتاد. ده. خلي بالك إحنا قلنا بتحط عينك على كلمة زان وتقول لي إن زان دي يا شباب بيجي قبلها صيغة مقارنة يعني الصفة آخرها ار ER فتقول لي cheaper زان يبقى هو أرخص من أي وقت تاني يعني. بعد كده بيقول لي هنا this microwave إن الميكروويف ده has a 25% نقط. طيب عايز يقول بقى الميكروويف ده عليه يعني عايز يقول 25% خصم. كلمة خصم اللي هي ديسكاونت. يبقى هنا أقول له has a 25% ديسكاونت. اللي هي 25% خصم يعني. بيكمل وبيقول ات يوجوالي كوستس هو في العادي بيتكلف 1000 بيتكلف 1000 جنيه، but now ات 750 باوند دلوقتي بيتكلف 750 جنيه بس يعني اقل من المعتاد. بعد كده بيقول اسامه فاميلي عائله اسامه want to buy and want تي في، اه عيلته بقى عايزه تشتري تلفزيون ايه؟ اكيد تلفزيون ذكي، كمل برضه عشان تتاكد. بعد كده قال so that they can watch films on the not اه عشان بقى يقدروا يتفرجوا على الافلام طبعا على الانترنت يبقى رقم ثلاثه اللي هي سمارت تي في عايزين يشتروا تلفزيون ذكي قلنا ليه؟ عشان يشاهدوا افلام على الانترنت اللي هي اون ذا انترنت يبقى دي رقم اربعه راجع معايا تاني الاجابات كده اول اجابه عندي كلمه تشيبر اللي هي تشيبر ذان ارخص من واثنين عندي اللي هي ديسكاونت اللي هي معناها طبعا خصم ورقم ثلاثه سمارت اللي هي ذكي ورقم اربعه كلمه انترنت طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال مهم جداً وهو سؤال إكوريكت السؤال الأول بيقول هنا نيزر فادي نقط علي سبيكس إنجليش ويل طيب إحنا اتفقنا إن كلمة نيزر أو نيزر إنه صح بيجي معاها كلمة نور مش أور أور عايزة إيزر فهنا لازم بقى تكتب نيزر فادي نور علي اللي بعده أحمد إز نقط زان علي طيب سهلة جداً دي قلت لك حط عينك على كلمة زان دي مقارنة عايز المقارنة من جد دي لازم تكون حافظها قلنا جود بيتر ذان والتفضيل منها ذا بيست يبقى هنا لازم اكتب كلمه بيتر طب ما ينفعش مور جود لا ما ينفعش دي صفه غير منتظمه اللي بعده This is not film I have ever seen. طيب دي صيغة تفضيل لأنه بيقول أنا عمري ما شفت إيه فيلم زي ده يبقى ده الأسوأ عايز أقول الأسوأ. طيب صيغة التفضيل من باد اسمها ذا Worst وصيغة المقارنة منها اسمها Worst ذان يبقى أنت لازم تحفظها برضو بيقول هنا نيزر أمنية نور نورا ايفر نوت لاين طيب لو انت فاكر قلت لك نيزر نور الفعل بيتبع الفعل الثاني الفعل الثاني هنا اللي هي مين اللي هي نورة، نورة دي مفرد يبقى هقول هنا شوبس يعني يبقى شوبس يعني الفعل اخره اس المضارع البسيط لان الفعل الثاني مفرد اللي بعده نقط سما نور توا سبيكس جرمان طيب خلاص دي سهله بقى انا قلت لك لما تلاقي نور اللي بيجي معاها زي اللي فوقيها كده اقول نيزر نور فعش اقول ايزر يبقى هنا الصح ان انا اكتب نيزر سما نور توا يبقى هنا اقول له نيزر نور الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس الثالث والرابع طيب بيبدأ معايا بالسؤال الأول بيقول هنا to not is to make a machine stop working طيب بي... ايه اللي معناه بقى أن تجعل الآلة أو الماكينة يعني تتوقف عن العمل كده أنت بتعمل لها إيقاف التشغيل طيب إيقاف التشغيل ده اسمه turn off يبقى أول حاجة turn off السؤال اللي بعده بيقول هنا ذا not is an object made by a person in a traditional way such as a basketball etc. طيب هنا بيقول لك ان الحاجه اللي صنعت بواسطه البشر بالطريقه التقليديه خلي بالك such as مثل الباسكت يعني السله والطبق والى اخره دي كلها اسمها كرافتس اللي هي معناها حرف يدويه يبقى اقول له كرافت اللي هي مشغوله يدويه بعد كده a special secret word that you must write or say before you can use computer is called not طيب بيقول لك هنا كلمة سر أو كلمة سرية خاصة يجب أن تكتبها أو تقولها قبل ما تستخدم الكمبيوتر دي اسمها الباسورد بيقول لك هنا على الباسورد يعني يبقى أقول باسورد الصفحة اللي بعد كده نكمل يعني مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا the suffix not forms an adjective of the word tradition طيب خلي بالك هنا بيقول لك ايه هي اللاحقه اللي بتكون الصفه من كلمه تراديشن، طبعا بحط لها في الاخر اي ال عشان تبقى تراديشنال اللي هي تقليدي، يبقى هنا هنختار ال ال عشان نحولها الى الصفه اللي هي تراديشنال. السؤال اللي بعده بيقول هنا the word وود can be an adjective by and not طيب الكلمه كلمه وود نقدر برضو اننا نكون الصفه باضافه ايه؟ بنحط لها في الاخر هنا اي ان عشان تبقى وودن اللي هي معناها خشبي. يبقى احط لها صافيكس اللي هي إن اللي بعده بيقول لي my bag is the best نقط the leather is very soft طيب بيقول هنا الشنطه بتاعتي يعني بتكون افضل جوده عايز اقول ان الجلد بتاعها ناعم جدا يبقى هي بجوده عاليه طيب كلمه جوده بقى يعني ايه؟ يعني quality يبقى اقول هنا the best quality اللي بعده بيقول هنا he switched on the mobile هو شغل الموبايل this means he نقط on the mobile طيب هنا عايز كلمة بتساوي كلمة سويتش اون طيب احنا عارفين ان سويتش اون يعني يشغل الحاجة بتساوي عندي تيرن اون هو مديني كلمة اون فاختار هنا كلمة تيرن اون يبقى هو شغل الموبايل ده معناه ان يعني هو فتح الايه الموبايل بعد كده بيقول هنا I just emailed you a form to not to get new password طيب برضو بيقول انا يعني بعت لك الفورم اللي هي الاستمارة علشان تملأ البيانات الجديدة طيب كلمة يملأ بقى دي اسمها fill أن فأقول هنا تو fill in to get a new password عشان تملاها يعني علشان تحصل على الباسورد الجديد بعد كده بيقول لي don't forget to نوت your computer when you aren't using it طيب بيقول يعني ما تنساش انك انت للكمبيوتر بتاعك لما طبعا ما تستخدموش طالما هنا خلاص مش هتستخدم الكمبيوتر يبقى تنساش انك تقفله عايز يقول بقى تقفل الكمبيوتر اسمها turn off your computer اللي بعده The mobile battery، بطارية الموبايل از امبتي، بتكون فاضية، فارغة، I need to نوت it. طيب البطارية فاضية أنا محتاج إيه؟ طالما هي فارغة أنا محتاج إن أنا أشحنها، يشحن اللي هي charge، يبقى I need to charge it. اللي بعده أسوان is famous for Egyptian نوت from leaves. أسوان مشهورة بي عايز أقول لك طبعًا المشغولات المصرية اليدوية، من إيه؟ أوراق الشجر، زي السلة والحاجات دي، فنقول هنا handicrafts اللي هي الحرف اليدوية. اللي بعده some websites ask you to not in using your mobile هنا بيقول بعض المواقع بيطلبوا منك ان انت تعمل تسجيل دخول بالايميل بتاعك يور ايميل يبقى انت هنا محتاج تسجيل دخول تسجل دخول دي اسمها لوج ان يبقى بعض المواقع بتطلب منك انك تعمل لوج ان باستخدام الايميل بتاعك بعد كده بيقول هنا to not in is to put in information so that you can use a computer طيب خلي بالك بقى ده تعريف مهم جدا هنا بيقول ان تضع معلومات لكي تستطيع استخدام الكمبيوتر العمليه دي كده اسمها تسجيل الدخول طيب هنا بقى تسجيل الدخول دي اسمها لوج ان يبقى لوج ان هو انك تضع معلومه علشان تقدر تستخدم الكمبيوتر تسجل الدخول يبقى لوج ان اللي بعده to not is to connect equipment to electricity طيب خلي بالك ايه اللي معناه انك انت تتصل او توصل معده بالكهرباء قلنا الموضوع ده اسمه بلاج ان انك توصل الحاجه في الكهرباء دي اسمها بلاج ان اللي بعده بيقول هنا the word rob can be turned into a noun by adding a طيب كلمة rob نقدر ان احنا نحولها الى noun الى اسم باننا نضيف لها في الاخر طبعا er عشان تبقى rubber اللي هو طبعا السارق او اللص يبقى هنا هنحط لها في الاخر suffix اللي هو er اللي بعده بيقول هنا the opposite of the word wrong is not. opposite يعني عكس او مضاد كلمه wrong اللي هي اصلا معناها خطا، طبعا دي عكسها كلمه right اللي هي صح او صواب، يبقى اقول له هنا right. الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض، السؤال الاول فيها بيقول هنا the synonym of the word colorful. طيب خلي بالك بقى, بقى كلمه synonym دي اصلا اللي هي معناها معنى او مرادف. يعني هو طالب منك معنى او مرادف كلمة colorful اللي هي معناها ملون او زاهي خلي بالك بقى الكلمة دي بتساوي عندي كلمة bright لها نفس المعنى برضو يبقى اقول هنا bright السؤال اللي بعده بيقول هنا I just email you to fill in the form I gave you حليناها قبل كده بيقول بقى كلمة fill in اللي هي معناها يملأ الاستمارة can have the same meaning as not انا يعني بعتلك الايميل عشان تملأ الاستمارة اللي هنا كلمة يملأ يعني يكمل بتساويها اللي هي كومبليت انك تكمل الاستمارة دي يبقى هنا اقول له كومبليت اللي بعده the laptop suddenly turned off وقف فجأة كلمة turned off means not working اللاب بتاعي وقف عن العمل فجأة طيب كلمة توقف دي معناها ان هو توقف عن العمل اللي هي بتساوي كلمة stop working فهنا اقول له بتساوي stop the working اللي بعده بيقول هنا it's fantastic to walk not the nile. بيقول يعني شيء رائع انك تمشي بطول النهر. طيب دي طبعا اسمها along the nile. فهنختار هنا كلمه along. اللي بعده بيقول لي سالي is interested not traditional art. طيب سالي مهتمه بيه. احنا قلنا بقى كلمه مهتم بيه اسمها interested in. فهنختار حرف الجر in. اللي بعد كده بيقول لي هنا this icon is used for not the website. الايقونه دي بتستخدم ليه؟ عايز اقول لك الدخول على الانترنت. طالما في is used for يبقى هنقول وراها entering الفعل اخره ing. اللي بعده بيقول هنا these shirts are sold not different sizes and colors طيب بيقول التيشيرتات دي بيعت عايز اقول بألوان مختلفة. طبعا دي اسمها in different size اتباعت يعني بأحجام وألوان مختلفة. فهنا بيجي معاها حرف الجار in فأقول له in different sizes. اللي بعده بيقول هنا these beautiful handicrafts help them earn money الحرف اليدويه الجميله دي او المشغولات اليدويه الجميله دي بتساعدهم ان هما؟ طبعا يربحوا مال يربح مال اسمها earn money اللي بعده بيقول لي هنا جيزه از فيموس نوت ذا pyramids اند ذا سفينكس طيب الجيزه مشهوره بالاهرامات وأبو هول كلمه مشهور بي دي اسمها famous for يبقى famous بيجي معاه حرف الجر فور. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء جديد كده بيبدا يختبرك فيه عن حفظك للكلمات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني طبعا هو بيجيب لك جملة ويطلب منك تسمع الكلمة دي. وبالمناسبة السؤال ده مش موجود عليك في ثالثة إعدادي، هو بس بيحاول يشوفك حفظ الكلمات ولا لا، لكن في الامتحان ما بيجيش النقطة دي. طيب نبدأ نحل مع بعض بيقول هنا هاو كان أي هيلب يو؟ بيسأل سؤال، إزاي أقدر أساعدك؟ قال له في الإجابة I have a note with my mobile phone. طب هو عايز مني كلمة إيه؟ هو بيقول لي كلمة مشكلة. يعني إيه مشكلة؟ عايز يقول أنا عندي مشكلة في التليفون بتاعي. كلمة مشكلة لازم تكون حافظها بقى اسمها بروبلم ولازم طبعا تكون حافظ الحروف بتاعتها. يبقى هو هنا بيختبر مدى حفظك للحروف. اللي بعده وات is ذا problem بيسأله إيه المشكلة بقى اللي عندك؟ فهنا هيقول له I can't not my mobile phone. عايز يقول أنا مش قادر أسجل الدخول. طب يعني إيه بقى يسجل الدخول؟ ها برافو عليك يعني لوج إن. لازم تكتبها وتبقى حافظ حروفها. دي يعني تعتبر اهم الكلمات في اليونت اللي بعده وات اي دو بيقول له كده قال له اي ويل ايميل يو ا فورم تو فيل ان تو جيت ا نيو طيب ايه اللي لازم اعمله قال هبعت لك ايميل في استماره الاستماره دي تملاها عشان تحصل على كلمه السر الجديده كلمه السر بقى يعني باسورد طبعا هو محتاج منك تكتب كلمه باسورد بحروفها وتراجعها معاه انك تبقى حافظها وزي ما قلنا السؤال ده ما بيجيش في الامتحان ولا حاجه بعد كده بيقول هنا وات دو يو سيل قال له ايجيبشن ايه نقطه تانية بتبيعه ايه قال له اعمال او منتجات يدويه طبعا المنتجات اليدويه دي اسمها هاندي كرافتس. انت بقى مطلوب منك انك تحفظ الكلمه دي بحروفها كلمه مهمه جدا اسمها هاندي كرافتس اللي هي مشغولات يدويه اللي بعده وات ار ذيس نوت ميد اوف بيسال عن السجاد قال له زي ار ميد اوف وول هو مصنوع من الصوف السجاد بقى يعني ايه برافو عليك يعني كاربتس مطلوب منك تراجع على الحروف بتاعتها تاني يبقى تقول لي كلمه كاربتس يبقى هو هنا بيختبر انت حافظ الحروف ولا لا. اللي بعده. واي ار زي اكسبنسيف ليه يعني هي غاليه؟ قال له از زي ار ذا بيست عشان هي بتكون بافضل جوده. كلمه جوده بقى انت حافظها؟ لازم تكون حافظها. طبعا جوده يعني كواليتي. يبقى انت مطلوب منك في السؤال ده انك تراجع كانك بتسمع كده الكلمات. طيب بعد كده بقى بيخش معايا على جزء مهم جدا علينا السنه دي في ثالثه اعدادي وهو جزء الدايلوج جزء المحادثه. طيب طبعا سؤال المحادثه يا رجاله اهم حاجه فيه زي ما اتعودنا انك انت تقرا المحادثه كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل هنا مديني محادثتين زي ما قلنا السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادثه بتتكلم عن ايه كريم هاز ا بروبلم وذ هيز موبايل فون كريم بقى عنده مشكله مع التليفون بتاعه طيب خلينا نعرف ايه المشكله حازم بيكلم كريم صاحبه وبيساله بيقول له هنا هاو كان اي هيلب يو سؤال مهم جدا ازاي اقدر اساعدك قال له حاجه طبعا السؤال بدا بهاو هيرد بقى على حاجه قال له حاجه قال له بعد كده وات از ذا بروبلم ويز يور موبايل فون اه ايه المشكله اللي مع التليفون بتاعك يبقى كده كريم قال له ايه بقول له ازاي اقدر اساعدك يبقى قال له انا عندي مشكله مع التليفون بتاعي حكى له قصه عرفنا منين لانه بعد كده ساله طب ايه هي المشكله دي طب هيقول انا عندي اي هاف يبقى انا عندي مشكله اقول اي هاف مشكله اللي هي بروبلم يبقى يقول له اي هاف ا بروبلم with my mobile phone تكمل للاخر يبقى هنا بيقول انا عندي مشكله with طبعا دي الى ماي بتقول تليفوني انا بقى نكمل ونقول موبايل فون او تكتب ماي موبايل عندي مشكله مع التليفون بتاعي سالوا ايه المشكله دي طب انا ما اعرفش لازم تكمل علشان تعرف كريم قال له على المشكله قال له did you write your password to log in هل انت حاولت انك تدخل الباسورد اه يبقى المشكلة ان هو يا شباب مش قادر يسجل دخول للحساب زي ما اتعلمنا. طيب انا لا استطيع دي اسمها اي كانت يبقى انت لازم تبقى بتحل المحادثة من خلال فهمك للمحادثة. اي كانت يسجل الدخول يعني ايه؟ لوج ان. طيب كمل بقى ماي موبايل يبقى انا مش قادر لوج ان ماي مش قادر يعني ان انا اسجل الدخول للموبايل فون بتاعي. سأل سؤال بهل قال له ديد يو رايت هل انت كتبت الباسورد؟ ما اعرفش كامل عشان تعرف كريم قال له يا اه يا لا حازم ساله سؤال قال له بيكوز اي فورجت ماي باسورد عشان انا نسيت الباسورد يبقى هو هنا ما كتبش الباسورد لان هو نسي يبقى هيجاوب بنو no", كوما اليو بتتحول الى اي وطبعا ديد هتبقى منفيه فتبقى نو اي ديدنت تمام كده؟ طيب بعد كده حازم سال سؤال كانت اجابته بيكوز يبقى السؤال بواي ممكن تكمل وممكن تكتب واي بس ليه يعني؟ قال له عشان نسيت الباسورد وقوله ليه يعني ما كتبتش باسورد؟ قال له عشان ايه؟ نسيت الباسورد. طيب كريم كمل وسال هو سؤال بعد ما قال له نسيت الباسورد قال له اي ويل ايميل يو ا فورم تو فيل ان تو جيت نيو باسورد هبعت لك استماره تملاها عشان تاخد باسورد جديد. يبقى كده هنا بيساله ايه اللي انا ممكن اعمله؟ ايه اللي انا لازم اعمله؟ سؤال مشهور عندنا وات شال اي دو؟ لازم تكون حافظ السؤال ده. وات شال اي دو دي لما تلاقي حد بيشرح لك تعمل ايه؟ بتكتبها له. وات شال اي دو؟ ماذا يجب ان افعل؟ قال له استنى هبعت لك استماره وتكتبها في النهايه طبعا هيشكره وهيقول له ثانك يو طيب عندنا محادثه ثانيه برضو بين عادل وصاحبه عادل از ات شوب ويتش سيلز ايجيبشن هاند كرافتس عادل بقى في محل والمحل ده بيبيع طبعا مشغولات حرف يدويه هو هنا بيقول لي معلومه خلي بالك بيبيع مشغولات حرف يدويه عادل قال له وات دو يو سيل بتبيعوا ايه يا سلام طب ما احنا عرفنا قال له حاجه وقال له وي هاف كاربتس باسكتس اند بوتس عندنا ايه سجاد وسلات طبعا دي كلها اسمها هاند كرافتس يبقى هو قايل لي في السطر اللي فوق ده نقطه كده في المحادثه وانا عرفت كمان ان هو بيقول له بنبيع سجاد وحاجات زي كده فيرد هنا يقول وي سيل وكمل بقى من السطر اللي فوق ايجيبشن هاند كرافتس يبقى مهم جدا تقرا السطر اللي فوق ده ومهم برده تقرا المحادثه كلها قبل ما تحل هيقول له وي سيل ايجيبشن هاندي كرافتس يعني احنا بقى بنبيع مشغولات يدويه وكمل وقال له احنا عندنا سجاد وسلات وبوتس اواني. طيب عادل سال سؤال عشان اعرف السؤال لازم اقرا الاجابه. الاجابه قال له زي ار ميد ان ا فيليج نير اسوان. اه خلي بالك بقى بيقول الحاجات دي مصنوعه في قريه في اسوان. يبقى بيسأل عن مكان الصنع يا شباب بس عن المكان بوير يبقى يقدر يقول وير ار زي ميد ان او وير ار زي ميد يعني بيسال الحاجات دي صنعت من فين يعني وير ار زي خلي بالك دي كلمه زي الفعل بتاعي واقول له طبعا ميد يعني هم اتصنعوا ايه فين فقال له في الاجابه صنعوا في اسوان قال له بعد كده وات ار ذي كاربتس ميد اوف بيسال بقى عن ماده الصنع السجاد ده مصنوع من ايه طب تعالى نكمل عشان نعرف قال له حاجه رد قال له وول اللي هو الصوف لذلك بيقول له ان هو ناعم يبقى هي السجاده اتصنعت من ايه من الصوف يبقى انت هتكتبها له تاني هتكتبها ازاي هتقول ات او تقول مثلا زي هو بيسال عن سجاد فتقول زي ار ميد اوف وول طبعا ميد ام اي دي اوف وول يعني هي صنعت من الايه الصوف قال له بعد كده هاو ماتش از ذس وان بيسالوا على سجاده واحده بقى بكام سعر السجاده دي طيب ما كتبش حاجه لما كمل قال له حاجه ساله سؤال قال له زي ار اكسبنسيف هم غاليين لهذا السبب يبقى هكتب سعر عالي شويه يعني مثلا ممكن نقول ات از واكتب اي رقم يكون مرتفع مثلا 4 1000 باوند يعني هي ب 4000 ايه جنيه هنا قال له حاجه قال له زي ار اكسبنسيف هم غاليين ده اللي طبعا لجودتهم اللي العاليه فاكيد بيسال عن السبب ليه السعر ده كله يبقى واي ار زي اكسبنسيف يبقى لما اجي اسال عن سبب او الواي ار طبعا هو ايه اللي تحت از زي ار ذا بيست كواليتي يبقى بسال عن السبب يبقى اقول له واي ار زي اكسبنسيف ليه هم غاليين كده قال له بسبب ان جودتهم عاليه الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض جزء الاسئلة الخاص بالقواعد. طيب محتاج افكرك؟ هسيب لك في صندوق الوصف رابط موجود فيه شرح قاعدة الوحدة الثانية بالكامل. طب نبدأ دلوقتي نشرح أسئلة اليونت بالتفصيل. السؤال الأول بيقول هنا Last year I not care. زي ما علمتك دور في الجملة على حاجة بتدل على الزمن. كلمة Last year حط عينك عليها كده وافتكر الكلمة دي معناها السنة اللي فاتت. العام الماضي ده اسمه ماضي بسيط. ماضي بسيط يبقى هات الفعل في الماضي فعل في الماضي لو منتظم يبقى اخره دي سهله اللعبه فهتقول طالما في السنه اللي فاتت يبقى اي فيزيتد كايرو يعني ايه الكلام ده طالما السنه اللي فاتت يبقى انا خلاص بقى زرت القاهره اللي بعده بيقول هنا وايل نقط ذا دور بيل رانج طيب خلي بالك بقى الجمله دي فيها تركيه مهمه انا عندي هنا جملتين مش جمله واحده كلمه وايل احنا عارفين ان ده رابط الرابط ده بيجي بعد منه جمله ماضي مستمر طيب اذا بقى كلمه وايل مفيش بعدها جمله يعني ايه الكلام ده يعني مفيش بعدها فاعل مفيش بعدها هي ولا اي ولا كده يبقى هعمل ايه يا مستر هنا ما ينفعش اجيب ماضي مستمر لكن هنا هيجي وراها الفعل مضاف له اي ان جي ودي قاعده لازم تحفظها وايل اذا ما جاش بعدها فاعل بنحط بعدها الفعل مضاف له اي ان جي يبقى اقول له سليبينج ارجع الفعل للمصدر واحط له اي ان اثناء النوم الجرس ران يبقى سليبينج اللي بعده حازم نقط ان فرانس ا ويك ago سهله وواضحه ليه دي جمله واحده جمله واحده شوف بقى على الزمن A week ago دي معناها منذ اسبوع، دي بتدل عندي على الماضي، طيب بي بقى في الماضي اللي هو was او وير على حسب الفاعل حازم هنا مفرد، يبقى was ولا وير يبقى was، يعني حازم كان في فرنسا منذ اسبوع، يبقى اقول له was، اللي بعده my father not to be a champion when he was young، برضه خلي بالك دي جملة واحدة، دي جملة واحدة عايز يقول بابا يعني كان في البطوله لما هو كان صغير كلمه وين هنا يا شباب بتدل على الماضي البسيط لان جاي بعدها هي واز يانج لما كان صغير يعني الحدث ده انتهى في الماضي يبقى اجيب بقى الماضي من وانت ها وانت فعل منتظم لما يكون عندي فعل منتظم بحط له في الاخر اي e يبقى عايز يقول ان بابا اراد ان يكون في البطوله يبقى اقول هنا ماي father wanted تو بي ا يعني بابا كان عاوز يبقى في البطوله امتى وين هي واز young يبقى انا عندي كلمه اهي او جمله بتدل على الماضي البسيط وين he was young لما كان صغير. While I know that better my phone rang. طيب دول جملتين في comma يبقى في جملتين. كلمة while احنا اتفقنا ده رابط مهم. رابط هيربط بين جملتين. اشوف بقى الجملتين. عايز اقول بينما انا اشحن البطارية التليفون رن. طيب الجملة الثانية ماضي بسيط. يبقى الجملة الأولى ماضي مستمر. هي while بيجي وراها جملة ماضي مستمر والجملة الثانية ماضي بسيط. إذا هو جاب لي الجملة الثانية ماضي بسيط اللي بيجي بعد while على طول ماضي مستمر. يبقى أقول هنا was وبعدين الفعل مضاف له اي ان الماضي المستمر was where زائد الفعل المضاف له اي ان اللي بعده بيقول as we not into the museum we saw lots of old statues نفس الكلام برضو كلمة as هي هي كلمة while رابط نفس القاعدة بيجي بعدها ماضي مستمر الجملة الثانية أصلا جاية لي ماضي بسيط we saw احنا رأينا تماثيل قديمة يبقى هنا عايز ماضي ايه مستمر في النقط المستمر ركز على الفاعل وي جمع يبقى وير ولا يبقى وير بلس الفعل مضاف له اي ان جي يبقى اقول وي وير ووكينج طبعا الحدثين قطعوا بعض في الماضي اللي بعده بيقول هنا نوت ذا كمبيوتر بلاجد ان قال له يس ات واز كلمه واز طالما جايه بعد يس yes في الاجابه يبقى هسال بيها خلي بالك عايز يقول يعني هل الكمبيوتر طبعا متوصل كان متوصل بالكهرباء قال له ايوه هو كان متوصل يبقى يس ات واز يبقى هسال بواز اللي بعده بيقول لي هنا this morning هذا الصباح I went to the town center with my mom دي جملة واحدة يا شباب ما عنديش روابط ولا أي حاجة شوف زمن الجملة هنا الجملة في الماضي البسيط طيب ماضي بسيط بقى هستخدم أجيب الماضي من جو لازم تبقى حافظه الماضي من جو هو went يبقى I went to the town center اللي بعده my friend felt sad and I not sad as well بيقول إن صديقي شعر شعر يعني بالحزن وأنا كمان كنت زعلان. طيب طالما في ماضي وفي وا يبقى الفعل التاني هيجي في الماضي برضه. طب عايز الماضي من بي ووز وير، طب اي بتاخد ايه؟ بتاخد واز، يبقى اي ووز ساد، أنا كمان كنت زعلان. اللي بعده ذا فون نقط ماي فريند فيلت فيري ساد. طيب التليفون خلي بالك دول جملتين. التليفون عايز يقول انكسر صديقي شعر بالحزن. طيب الجملة التانية فيها إن صديقي شعر إيه؟ بالحزن الشديد، يبقى هنا التليفون انكسر في الماضي، بقول له بروك. الماضي من؟ بريك. اللي بعده بيقول هنا I not my friends my new phone. بعد كده بيقول while we were walking down the road. خلي بالك انا عندي هنا رابط اللي هو while، الرابط ده جاي بعده ماضي مستمر. ترجم الجملة كده بيقول يعني أنا عايز أقول وريت صديقي التليفون بتاعي لما كنا ماشيين في الشارع. حدثين قطعوا بعضها. طيب طالما قطعوا بعض يبقى يجي قبل while ماضي بسيط. ماضي إيه؟ بسيط. الماضي البسيط كلمة show ده فعل منتظم بحط له في الآخر اي دي عشان يتحول إلى ماضي بسيط. السؤال اللي بعده بيقول هنا سلمى slept while شي نوت to music. طيب هو عايز يقول ان سلمى نامت يعني بينما هي كانت بتستمع حدث قطع الحاجه يبقى هيجي بعد وايل ماضي مستمر ماضي مستمر شي هنا مفرد فاستخدم واز واقول له listening له ing. واز بلس الفعل بضاف له اي ان جي يبقى وايل واز وجاست از بيجوا وراهم ماضي مستمر بعد كده yesterday i met some of my friends at school جمله واضحه جدا يسترداي اللي هي امبارح ده ماضي يبقى امبارح انا قابلت يبقى عايز الفعل في الماضي دي جمله واحده يبقى اقول له اي انا قابلت بعض الاصدقاء as عمر was running his father not him اتفقنا لما بنلاقي رابط زي as او just as او طبعا while نشوف بقى ماضي مستمر الجمله الثانيه لو الحدث ده قطعه يبقى ماضي بسيط عمر كان بيجري باباه وقفه يبقى الحدث ده تم قطعه يبقى عايز ماضي بسيط يبقى stopped while وآز و just as بيجوا ماضي مستمر وحدث ثاني ماضي بسيط اسراء نقط her keys while She was running طيب while جوارها ماضي مستمر ترجم بقى عايز يقول ان اسراء فقدت مفتاحها لما كانت بتجري يبقى هنا حدث قطع الثاني يبقى عايز ماضي بسيط يبقى ماضي بسيط يبقى اقول له lost اللي هو الماضي من lost اللي بعده بيقول هنا صفاء نقط sad when هاله was ill طيب خلي بالك عايز يقول ان صفاء شعرت بالحزن لما هاله كانت مريضه طيب was هنا في الماضي فهجيب الفعل في الماضي لان دي من افعال الشعور فهقول صفاء felt اللي هو الماضي من فيل شعرت يعني بالحزن اللي بعده while I was charging my phone my father not into my room طيب بينما أنا كنت بشحن التليفون بابايا بقى عايز يقول لك أتى إلى غرفتي هنا بقى قطع الحدث يبقى لازم ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى أقول له came يبقى وايد بيجي وراها ماضي مستمر والجملة الثانية زي ما الماضي البسيط يبقى came into اللي بعده نقط I was reading a story the light went off طيب كلمة after أصلا مش رابط علينا دلوقتي اللي بيجي وراها ماضي مستمر والجمله الثانيه ماضي بسيط هي وايل او از او جاست از فهنا هتشيل افتر وتحط اي رابط من اللي انت حافظهم اللي هو وايل مثلا يبقى اقول له وايل بيجي بعدها ماضي مستمر ماضي بسيط اللي بعده وات نوت يو دوينج وين حسن كيم هوم طيب برضو خلي بالك انا هنا بسال في الماضي المستمر عند الفعل مضاف له اي ان جي الفعل مضاف له اي ان جي بسال او وير على حسب مين على حسب الفعل يو جمع يبقى استخدم وير وات وير يو دوينج when حسن came home يبقى ماضي مستمر يبقى where plus الفعل المضاف له ing إيه اللي بعده؟ فادي was making tea نقط ايمن called him طيب حدثين قطعوا بعض هنا بس خلي بالك when جاي بعدها هي اللي بيجي وراها ماضي بسيط وايل ما تنفعش الصح ان انا اقول when ايمن called him لما ايمن اتصل عليه يعني فهنا استخدم when ما ينفعش استخدم while الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض زي ما تعودنا بيكون في عندنا اكسرسايز على الدرس الثالث والرابع واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدال وسؤال المحادثة. طبعا أهم حاجة إنك تقرأ المحادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول هنا: ولاء is phoning a sales assistant to buy a tablet online. طيب ولاء هنا بتتصل على بائع في المحل طبعا علشان تشتري تابلت عبر الإنترنت. خلينا نشوف كده هنا ولاء بتكلم الشوب أسيستنت وبتسأله بتقول can I ask about the tablets you are advertising بتسأل بتقول هل أنا آه عايزة هل أنا أقدر أسأل على التابلتس اللي موجودة في الإعلان فطبعا هيرد عليها ويقول لها yes of course وسألها سؤال طب عشان أعرف السؤال ده لازم أقرأ الإجابة هي في الإجابة قالت له I want to know some information about them أنا محتاج أعرف بعض المعلومات عن التابلتس اللي موجودة دي يبقى هنا بيسألها يقول إزاي يعني أقدر أساعدك لان هي بتقول له انا محتاجة أع... عايزة كذا يعني فهيقول لها how can I help you عرفنا منين من رد ولا في الاجابة يبقى المحادثة تقدر تجيب السؤال من فهمك للمحادثة how can I help you هو هنا بيقول لها ازاي اقدر اساعدك فقالت له عايزة اعرف معلومات اكتر عن التابلتس دي وسالته سؤال عشان اعرف السؤال برضه لازم اقرا الاجابه لا ذا برايس رانكس فروم 5000 تو 25000 باوند بيقول يعني ان الرنج بقى بتاع السعر السعر يعني بيتراوح ما بين 5000 ل 25 ايه 1000 فبتسال هنا عن السعر السعر بسال عنه بهاو ماتش فهتقول هاو ماتش هي بتتكلم عن تابلتس جمع فهتقول ار زي يعني كان بقى سعر الايه اللي في الاعلان دول يعني فقال لها بيتراوح من 5000 ل 25000 بعد كده هو قالت له هاو كان اي سي ذم طب انا ممكن اشوفهم طيب عشان اختار واحد فهنا هيقول لها حاجه اوكي اي هاف ريسيفد يور بوست انا هستلم البوست اللي هتبعته يبقى اكيد بيقول لها اه ده تمام هبعت لك ايه هبعت لك بوست يعني فيقول اي ويل سند اي ويل سند يعني انا سوف ارسل يو سند يو يعني ارسل لك سام اوفرز مثلا يعني ها انا هبعت لك بعض العروض وممكن اكمل وأقول تو تشوز فروم علشان تختاري منها وممكن اقول بس ايه اي ويل سند يو سام اوفرز هبعت لك بعض العروض فقالت له هستلم البوست وسالته قالت له هاو ماتش از ذا سكند تابلت وبدات تختار قالت له بقى التابلت الثاني ده بكام قال لها سعر قالت له ذاتس جود اي ويل باي ات قالت له السعر ده كويس انا هشتريه يبقى انت تقدر تكتب اي سعر طيب التابلت غير عاقل هقول ات از واقول بقى اي قيمه تناسب يعني هقول مثلا 4000 باوند خلي بالك اي مبلغ هتكتبه هيكون صح هي قالت هاو كان اي جيت ات ازاي اقدر احصل عليه قال لها جيف مي يور نيم اديني اسمك اند ادريس بليز والعنوان يبقى هو هيبعته لها فممكن نقول we can deliver it احنا هنوصله لك يبقى we can deliver it احنا يعني هنبعته لك لغايه الايه البيت لانه بيقول لها هات الاسم والعنوان طيب بعد كده بيكون في عندنا سؤال اختياري نبدا مع بعض السؤال الاول بيقول لي هنا you need a note for your smartphone or personal computer to maintain your privacy and safety طيب بيقول هنا انت محتاج ايه يعني للتليفون بتاعك او الكمبيوتر الشخصي علشان تحافظ على الامان اللي في التليفون او الكمبيوتر. طبعا انت محتاج تبقى عندك باسورد عشان تبقى امن، كلمه باسورد اللي هي كلمه السر يبقى اقول له باسورد. اللي بعده بيقول هنا تو نقط ان از تو كومبليت انفورميشن اون ا بيس اوف بيبر اور لاين. اللي معناه يعني انك تكمل المعلومات بتاعتك سواء بقى في ورقه او على الانترنت انت كده بتعمل ملء للمعلومه زي ما تملى استماره مثلا يملا اللي هي fill ان اللي بعده بيقول هنا the words colorful and bright can be نقط طيب الكلمتين دول بقى colorful وبرايت طبعا دول بيساووا بعض ففي بينهم synonyms يعني كلمة synonyms يعني مرادف يعني كلمتين بيساووا بعض في المعنى اللي بعده بيقول the suffix نقط can turn the word tradition into an adjective طيب السفكس اللي ممكن يحول كلمه تراديشن الى صفه طبعا ان انا في الاخر ايه ال قلناها قبل كده فتبقى تراديشنال تقليدي اللي بعده not in is to connect equipment to electricity طيب بيقول هنا اللي معناه انك توصل معده بالكهرباء طبعا دي اسمها plug in انك توصل الحاجه في الكهرباء يبقى plug اخر حاجه بيقول هنا now my phone is not working دلوقتي التليفون مش شغال I need to not ذا باتري يبقى انا محتاج اعمل ايه في البطاريه محتاج اشحنها يبقى اي نيد تو تشارج انا محتاج ان انا اشحن البطاريه بقول له تشارج الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدا معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال ريد اند كومبليت تكمله النص السؤال ده هو عباره عن نص صغير النص ده خلي بالك اهم حاجه انك تقراه كله على مهلك وتترجمه قبل ما تحل بيدي لك فوق هنا ست كلمات برضه بتترجم الكلمات دي وتبدا تختار منها اربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات اللي قدامك هنبدأ دلوقتي نقرأ ونبدأ نختار الكلمات بتاعتنا. بيقول the south of Egypt is famous for its beautiful نقط. طيب اتكلم هنا على جنوب مصر ان هو طبعا مشهور بإيه؟ طيب كمل عشان تعرف. بيقول بعد كده people الناس who live here sell نقط baskets and colorful pots. الناس اللي هناك بقى بتبيع السلات والحاجات دي. طبعا دي كلها اسمها حرف يدوية. يبقى مشهور بالمشغولات اليدوية اللي هي هاند كرافتس يبقى دي رقم واحد. تمام؟ بعد كده بيقول بقى الناس اللي عايشه هناك بتبيع ايه وايه؟ طب طالما في كما يبقى في حاجه زي الباسكتس. طب شوف بقى ايه اللي من الحرف اليدويه؟ الكاربتس اللي هو السجاد. يبقى الناس دي بتبيع كاربتس وباسكتس. سجاد واطباق طبعا. بعد كده بيقول some women in a village near اسوان بعض السيدات بالقرب من اسوان. also make beautiful handicrafts برضو برضه بيكون عندهم مشغولات يدويه جميله. from the knot of trees. اه مصنوعه من ايه بقى؟ طيب عندنا حاجه اسمها اوراق الشجر. يبقى هنا كلمة اوراق دي اللي هي ليفز فاقول ان هي مصنوعه من ليفز بعد كده بيقول لي when I was in اسوان لما انا كنت في اسوان I not a lot of pots for all members of my family بيقول يعني لما كنت في اسوان انا عايز اقول اشتريت اطباق كتير من المشغولات دي لكل افراد عائلتي طيب كلمة اشترى اللي هي بوت يبقى I bought دي رقم اربعه نيجي بعد كده على السؤال اللي بعده بيكون عندي سؤال correct طبعا ده السؤال الخاص بالقواعد نبدا مع بعض السؤال الأول بيقول لي هنا while أحمد not to school he saw an accident طيب دول حدثين قطعوا بعض في الماضي while ده رابط بيقول يعني بينما أحمد كان ذاهب إلى المدرسة هو شاف حادثة هنا حدث الثاني جاي ماضي بسيط يبقى الأولاني اللي بعد while ماضي مستمر while أصلا بيجي بعدها زمن ماضي مستمر طيب أحمد فعل مفرد هستخدم was والفعل هنا هحط له ing ده الماضي المستمر يبقى was going اللي بعده زي نقط اس ات هوم لاست ويك سهله جدا دي واضحه هنا لاست ويك معناها الاسبوع اللي فات بتدل على الماضي البسيط يبقى عايز الماضي من كلمه فيزت اللي هي الفعل اخره اي دي يبقى لما الاقي كلمه في جمله واحده بتدل على الماضي البسيط بحط الفعل في الاخر اي دي او لو فعل غير منتظم بكون حافظه لاست Tuesday اي نوت شوبينج وذ ماي فريند نفس الجمله اللي فوق هنا بيقول يوم الثلاث اللي فات يبقى ده حدث في الماضي طالما في جمله بتدل على الماضي اجيب الماضي بقى من الفعل الماضي من جو ده فعل غير منتظم لازم اكون حافظه يبقى went i went shopping تسوقت يعني بعد كده بيقول when i went home last night it not heavily طيب خلي بالك وين هنا ده رابط جاي بعد منه ماضي بسيط الجمله الثانيه ماضي مستمر الحدثين قاطعوا بعض في الماضي وين بيجي وراها ماضي بسيط والجمله الثانيه ماضي مستمر يبقى was raining كانت تمطر بغزاره اللي بعده what were you not do طيب ده سؤال في الماضي المستمر كلمه وير او was بيجي وراها الفعل المضاف له اي فاقول هنا يو doing لازم احط الفعل اي السؤال اللي بعد كده بيكون عندنا سؤال باراجراف طبعا السؤال ده مجاب عنه في نهايه الكتاب ولكن ان شاء الله في مذكره بتتعمل قريب جدا هتنزل على القناه هتيجي لك بصيغه بي اف عشان تقدر تحملها موجود فيها اهم موضوعات ثالثه اعدادي وازاي تقدر تحل السؤال ده بكل سهوله الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا الدرس الخامس والسادس واللي بيبدأ معايا بالسؤال الأول بيقول هنا A آن نقط is something you make when you are unhappy about something طيب بيقول لك يعني ايه الحاجة اللي انت بتعملها لما تكون غير سعيد او غير راضي بخصوص شيء معين يعني. طبعا انت هنا تقدر تعمل complaint يعني ايه كلمة يعني شكوى يبقى انت بتعمل شكوى اللي بعده Our NOT is an electronic message. طيب بيتكلم على رسالة إلكترونية، التعريف ده هو تعريف الإيميل، رسالة إلكترونية بنقول عليها إيميل. اللي بعده بيقول to not back is to return a phone call. طيب هنا بيقول إعادة الاتصال مرة أخرى، الموضوع ده اسمه إعادة الاتصال، اللي هو بقى اسمه إيه؟ Call back. يبقى يعيد الاتصال، Call back. اللي بعده بيقول هنا This shop هذا المحل sells second hand mobile phones بعد كده بيقول to get the noun for a person who sells something we add the نقط اللي هي طبعا ال ER طيب بيقول المحل ده بيبيع موبايلات علشان نحصل بقى على اسم الشخص اللي بيبيع الموبايلات ده احنا بنحط لكلمة sells في الاخر ER ال ER دي اسمها ايه دي اسمها suffix لاحقة عشان يبقى seller اللي هو البائع بنحط له ER في الاخر كsuffix لاحقة للكلمة اللي بعده I sent my friend an electronic message yesterday. طيب بيقول أنا أرسلت لصديقي رسالة إلكترونية إمبارح. That means he received نقط. ده معناه إن هو استلم إيه بقى؟ قلنا رسالة إلكترونية دي اسمها إيميل. يبقى هو كده استلم إيميل. يبقى هنا أقول له كلمة إيميل. السؤال اللي بعده بيقول هنا If something is not it means bad or unpleasant. طيب بيقول هنا لو في حاجة يعني مش كويسة أو غير طبعا سارة دي اسمها فظيعة أو سيئة كلمة سيئة اللي هي Horrible السؤال اللي بعده بيقول هنا سيتي لايف حياة المدينة هاز بروس اند نوت طيب عايز يقول بقى إن حياة المدن دي بيكون ليها مميزات وعيوب ده مصطلح كده اسمه بروس اند كونز يبقى تقول لي هنا كونز اللي هي عيوب اللي بعده يو كان نوت فود اون لاين اون apps ابس طيب انت تقدر تطلب طعام عن طريق الابليكيشن بيقول لك بقى تطلب اللي هي order السؤال اللي بعده بيقول هنا the mixer الخلاط is a نقط for mixing foods طيب الخلاط هو الآلة أو الماكينة اللي بتخلط الطعام آلة بقى اللي هي machine فهنا هنقول is a machine السؤال اللي بعده بيقول the machine was نقط it. it didn't work well الآلة كانت إيه؟ هي ما كانتش شغالة كويس، طالما مش شغالة كويس تبقى بروكن، اللي هي يعني مكسورة، كانت مكسورة. السؤال اللي بعده بيقول هنا there آر positive نقط أباوت ذا أونلاين، ليتس فيزيت طيب يعني بيقول واحد بيقول للتاني في تقييم جيد أو إيجابي عن الحديقة دي، يلا نروح بقى. طيب تقييم عبر الإنترنت ده اسمه ريفيوز، يبقى أقول هنا في مقال نقدي أو تقييم اللي هي ريفيوز. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا A or أن نقط is an evaluation of a product or service طيب بيقول هنا يعني التقييم لمنتج معين أو خدمة ده اسمه review يبقى هنا بعمل review السؤال اللي بعده بيقول هنا the words seller and customer are نقط كلمة seller اللي هي بائع وكلمة customer اللي هي زبون الكلمتين دول عكس بعض يعتبر في بينهم opposite تضاد يعني فهنا نختار كلمة opposite السؤال اللي بعده بيقول هنا to get the opposite of the word happy we add the prefix in طيب بيقول لك علشان نحصل على عكس أو مضاد كلمة happy بنحط لها prefix يعني بادئة قبل الكلمة كده بنحط حرفين ال U عشان تبقى unhappy غير سعيد عكسها اللي بعده you can make a noun from the verb sell باي اد نقط طيب انت تقدر تكون الاسم من الفعل اللي هو سيل بانك تضيف له في الاخر هنا اي er، ار فيبقى سيلر اللي هو بائع يعني اللي بعده بيقول هنا اي بوت this توستر اند ات واز بيوتيفول هو بقى بيقول لي هنا كلمه بيوتيفول اللي هي معناها جميل كان بي ريبليسد باي ذا وورد نقط تقدر انك تستبدلها بكلمه ايه يعني عايز حاجه لها نفس المعنى نفس المعنى عندي كلمه نايس nice, اللي هي معناها لطيف او رائع السؤال اللي بعده بيقول هنا the mobile battery is empty بطارية التليفون فارغة it needs نقط هو بيحتاج انه طبعا يتشحن يتشحن اللي هي كلمة charging فهنا اقول it needs charging السؤال اللي بعده بيقول هنا these sentences are not up and the teacher wants up to put them in order الجمل دي عايز يقول يعني متداخله المدرس بقى طلب مننا ان احنا نضعها في الترتيب الصحيح يعني الجمل متلخبطه اللي هي ميكست اللي بعده هي بوت a توستر نقط ا بريزنت فور هيز mother طيب بيقول هو اشترى يعني جهاز طبعا كهديه لمامته هديه بقى او ك اللي هي از ا بريزنت كهديه اللي بعده بيقول هنا شي از ان نقط the order as it arrived late طيب هي عايز اقول ان هي كانت غير سعيدة بخصوص الطلب اللي وصل متأخر طيب احنا عندنا كلمة about يعني مش سعيدة عن الطلب او غير راضية بخصوص الطلب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدايلوج سؤال المحادثة طبعا اهم حاجة انك انت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه بيقول لي هنا سامي is at a computer shop making a complaint بيقول إن سامي موجود في محل الكمبيوتر طبعا عشان يعمل شكوى خلينا نشوف كده الشكوى بتاعته سامي بيكلم الأسيستنت الموجود في المحل وبيقول له I want to make a complaint بيقول يعني أنا عاوز أعمل شكوى طيب الراجل هنا هيرد عليه بسؤال علشان نعرف السؤال ده لازم أقرأ الإجابة سامي في الإجابة قال له I have بوت a laptop and it doesn't work well بيقول انا اشتريت لابتوب وطلع مش شغال واضح هنا انه بيحكي مشكلته يبقى الراجل كان بيساله يقول له ايه ايه هي المشكله يبقى يقول وات از يور ما مشكلتك وكمان ممكن يقول واتس ذا ماتر ايه المشكله مثلا او واتس رونج اكتر من اجابه تنفع خلينا نقول هنا واتس يور بروبلم ايه هي مشكلتك فسامي بدا ان هو يحكي المشكله ان هو اشترى لابتوب وطلع مش شغال طيب الراجل بقى بعد كده ساله سؤال الاجابه يس اي هاف read the instruction well أيوة أنا قرأت التعليمات اللي كانت عليه كويس يبقى كده الراجل بيسأله سؤال بهل لأن الاجابة عندي فيها يس yes. طب أجيب هل منين هسأل بهاف هاف يو ريد هيقول له هل أنت قرأت لازم تسأل في نفس زمن الإجابة يبقى هنا شيل يس وأسأل بالفعل المساعد اللي هو هاف وقول هاف يو ريد ذا اللي هي التعليمات يبقى يقول له هاف يو ريد ذا انستراكشنز يعني هل بقى أنت قريت التعليمات قال له أيوة أنا قريتها طيب البائع هنا قال له would you like us to replace it for you؟ طيب بيقول له هل انت حابب ان انت تستبدله بقطعه ثانيه او بجهاز ثاني؟ فطبعا اكيد يعني هيقول له sure بالطبع او بالتاكيد وقال له اي وونت انذر وان انا عايز واحد ثاني. الراجل قال له how much did you pay for it؟ كم الفلوس اللي انت دفعتها؟ طيب هنا هو مش مديك قيمه معينه اكتب اللي انت عايزه خلاص؟ يبقى تقدر تكتب مثلا 4000 باوندز او 5000 باوندز اي قيمه تكون صح. وقال له ثانك يو فور هيلب يو شكرا لمساعدتك فطبعا هيقدر يقول له في الاخر يو ار ويلكم اللي هي معناها العفو فهنا يقول له يو ار ويلكم اللي هي معناها ايه العفو. الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا اكسرسايز على الدرس الخامس والسادس واللي بيبدا معانا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدالك سؤال المحادثه. طبعا اهم حاجه انك تقرا المحادثه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا. بيعرفك المحادثة بتتكلم عن ايه بيقول لي هنا طارق is making a complaint about a kettle that he has bought طيب هنا بيقول ان طارق بيعمل شكوى بخصوص يعني الغلاية اللي هو اشتراها طيب خلينا نشوف كده طارق بيتكلم مع الاسيستنت اللي شغال في المحل وبيقول له can I speak to the manager please هل انا اقدر اتكلم مع المدير من فضلك فالراجل طبعا قال له yes of course بالطبع وسأله سؤال علشان اعرف السؤال لازم اقرا الاجابه. قال له في الاجابه: "I have bought a kettle and I want to make a complaint انا اشتريت غلايه وعايز اعمل شكوى. يبقى الراجل اكيد بيساله يعني ليه انت عايز تتكلم مع المدير؟ ليه؟ لانه هنا بيقول السبب. انا عايز اتكلم علشان انا اشتريت كذا وعايز اعمل شكوى. يبقى هيقول له: "why" اللي هي معناها لماذا؟ والفعل المساعد "do" وبعدين يا شباب يقول له: "you want to speak to the manager". يعني بيقول: "ليه يعني؟" انت want to تريد ان سبيك تو تتحدث الى ذا مانجر المدير يبقى بكل بساطه اول سؤال هنكتب فيه واي دو يو want to speak وطبعا اقول له تو ذا مانجر ليه عايز تتكلم مع المدير قال له السبب ان انا اشتريت كتل غلايه يعني وانا دلوقتي عايز اعمل شكوى طيب الراجل البائع في المحل هيسال سؤال رد عليه طارق وقال له it doesn't work well ادي السبب الغلايه بقى ما بتشتغلش كويس يبقى هنا سالوا عن الشكوى ليه هي دي الشكوى يبقى هيقول له ايه هي المشكله او ايه هي الشكوى فيقول. وات از يور كومبلينت يبقى هنا الاسيستنت ساله وقال له واتس يور كومبلينت يعني ايه بقى شكوتك يا سيدي قال بقى ان الغلايه دي طلعت ما بتشتغلش كويس يبقى تاني سؤال عندي واتس يور كومبلينت ما هي الشكوى بعد كده ساله كمان سؤال وقال له ديد يو the instructions it 12 well. هل انت بقى قريت التعليمات او منشور التعليمات بشكل جيد طيب هو هيقال له حاجه قالوا why كامل قال له واي ليه كمل كده قال له سوري sorry give me your email and i will send you the instruction. واضح ان هو ما قراهاش لانه بيقول له ابعت لي وانا هبعتها لك تاني فهنا هرد على السؤال بهل اقول له نو no, كما اليو بتتحول الى اي وديد هنا هنفيها فتبقى نو no, اي didnt يعني لا انا ما قريتش التعليمات قال له واي ايه السبب قال له حاجه كان رد البائع ابعت لي الايميل اسف يعني ابعت لي الايميل وانا هبعت لك التعليمات تاني يبقى واضح ان هو اصلا الجهاز ما كانش فيه اصلا منشور مع التعليمات. يبقى اقدر اقول هنا مثلا زير ازنت انستراكشنز ليفلت ما كانش فيه الورقه اللي هي خاصه بالتعليمات فهنا بيقول زير از ممكن اقول زير از نو انستراكشنز ممكن اقول ذير ازنت على طول انستراكشنز يعني انه ما كانش فيه انستراكشنز ليفلت منشور للايه التعليمات اصلا مع الغلايه اللي انا اشتريتها دي وعايز ارجعها عشان كده الراجل بعد كده بيقول له اسف جيف مي يور ايميل اعطيني يعني الايميل بتاعك وانا بقى هبعت لك المنشور بتاع الايه التعليمات عشان تقدر تشغلها طيب بعد كده بقى طارق طبعا دي نقطه عاديه طارق هنا هيرد على كلامه وهيقول له هيشكره طبعا في النهايه ويقول له ثانكس فور يور هيلب شكرا يعني لمساعدتك فهنا يقول له ثانكس فور يور هيلب او يقول له ثانك شكرا لك شكرا لمساعدتك او يقول له شكرا لك. طيب بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري. نبدا مع بعض السؤال الاول بيقول هنا you must fill in this form. This means that you must not it. طيب لازم انك تملأ الاستماره ده معناه ان انت لازم تكملها تكمل بقى اللي هي complete يبقى هنا عايز كلمه بتساوي fill in اللي هي complete يملأ او يكمل الحاجه. اللي بعده تو send a message electronically means to not it طيب يقول لكي ترسل رسالة الكترونية ده معناه ان انت بترسل ايميل يبقى اقول له to email it اللي بعده بيقول هنا the antonym of the adjective positive طيب antonym يعني عكس او مضاد كلمة positive اللي هي معناها ايجابي عكس كلمة ايجابي الشيء السلبي كلمة سلبي بقى اللي هي طبعا نيجاتيف اللي بعده بيقول هنا when a customer ask someone to send or make something for them means to not لما يعني زبون بيطلب حاجة ان هي تتبعت له ده كده بيعمل order بيعمل طلب يبقى هو عايز هنا تعرف كلمة order اللي هو الطلب يعني فهنقول order اللي بعده the noun from complain is made by add the suffix not الاسم من كلمة complain الشكوى ممكن يكون بإضافة حرف التي في الآخر عشان تبقى كومبلينت اللي هي شكوى يعني اللي بعده بيقول هنا he was انجري هو كان غاضب when he lost the match لما خسر المباراة this means ده معناه he was إيه. كلمة angry يعني غاضب بتساوي كلمة cross يعني غاضب برضو يبقى ده معناه ان هو كان cross اللي هي برضو لها نفس المعنى اللي هو غاضب الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال read and complete اللي هو تكملة النص طيب خلي بالك بقى, بقى السؤال ده وعبارة عبارة عن نص صغير النص ده بتقرأ كويس جدا وبترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات بتبدأ تختار منهم أربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي طيب هنبدأ دلوقتي مع بعض بيقول هنا if you need to make a complaint لو أنت محتاج تعمل شكوى try not to get angry حاول ان انت ما تكونش غاضب يعني ما تغضبش بعد كده بيقول لي نوت عايز يقول يعني ابقى هادئ طيب كلمة ابقى هادي دي اسمها كيب كان دي صيغة أمر حد بيقول لك خليك هادي فما ينفعش أقول كيبنج لازم الفعل يجي في المصدر فهنا نقول كيب كام قال له اكسبلين ذا بروبلم اند نقط وات يو the other اذر بيرسون تو طيب بيقول يعني اشرح بقى شكوتك وعايز يقول هنا قول اللي أنت عاوز اللي قدامك يعمله كلمة يقول اللي هي كلمة say يبقى قول هنا في رقم 2 and say what you want the other person to not اللي انت عايز بقى الشخص الآخر إنه يعمله عايزه يطل... انت بتطلب منه اللي هو المفروض يعمله يبقى يفعل اللي هي do يبقى دي رقم 3 وبعد كده بيقول then زي will usually not happy to help you وطبعا هم هيكونوا سعداء بمساعدتك يبقى هنا عايز كلمة will بيجي وراها المصدر فهقول will be happy يبقى هنا دي رقم أربعة. طيب بعد كده بيكون عندي سؤال باراجراف زي ما قلنا ده مجاب عنه في نهايه الكتاب ولكن ان شاء الله في مذكره بتجهز الايام دي المذكره طبعا هتكون بصيغه بي دي اف وهتنزل لك هنا على القناه هيكون فيها اهم موضوعات الباراجراف الموجوده لك في المنهج وازاي تقدر تحل السؤال ده بكل سهوله الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا تدريب بسيط كده على اليونت هنبدا مع بعض نحل الاسئله بدا معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدايلوج سؤال المحادثه نفس الكلام برضه يا رجاله اهم حاجه انك انت تقرا المحادثه كلها على مهلك وترجمها قبل ما تحل وخلي بالك برضو السطر اللي فوق ده مهم جدا بيعرفك المحادثه بتتكلم عن ايه بيقول هنا عمر wants to buy a t-shirt يعني عمر يريد ان يشتري تي شيرت فالسيلز بيكلم عمر وبيساله بيقول له can i help you يعني هل انا اقدر اساعدك فطبعا احنا عرفنا من فوق انه هو عايز يشتري تيشيرت فهنا هيرد يقول له انا عاوز اشتري تي شيرت طيب هيقولها ازاي؟ هيقول هنا I يريد اللي هي بقى نبدأ ننقل من السطر اللي فوق يقول I want to buy a shirt يبقى هنا هيقول له بيقول له يعني أهلا بيك ازاي أقدر أساعدك؟ هل ممكن أساعدك؟ فهيرد احنا عرفنا من الجملة اللي فوق انه عايز يشتري تي شيرت فهيقول له I want to buy a t-shirt يعني أنا بقى عايز أشتري تي شيرت طيب البائع في المحل سأله سؤال الإجابة I'd like to buy a blue one أنا حابب أشتري تي شيرت لونه أزرق يبقى بسأل عن اللون طيب انا بسال عن اللون بايه؟ بوات كلر يعني ما اللون؟ يبقى اداه الاستفهام بتاعتي بحددها من الاجابه عشان كده مهم جدا تقرا المحادثه قبل ما تحل. يبقى هنا البائع بيقول له وات كلر وود الفعل مساعد بجيبه من الاجابه هو بيقول اي وود فاقول وات كلر وود وهيكمل يو لايك تو باي يعني بيساله ايه اللون يعني اللي انت حابب انك تشتري فرد عليه قال له انا حابب اشتري لون ازرق قال له وات اباوت ذس وان جاب له تيشيرت وبقول له ايه رايك بقى في التيشرت ده؟ قال له حاجه وقال له وير كان اي تراي ات اون يعني هقيسه فين؟ واضح كده ان هو عاجبه فلما حد يوريك حاجه ممكن تقول له اتس نايس nice او اتس اوكي okay. تمام يعني فهو قال له اتس اوكي okay. وقال له فين يعني هقدر اقيسه؟ قال له يو كان تراي ات اون ان ذيس دريسنج روم تقدر تقيسه في غرفه تغيير الملابس فعمر هنا ساله سؤال كانت الاجابه اتس 150 باوند اه ده كده ثمنه يبقى هيسال بكام السعر بيقول له ب 150 جنيه فهيقول هاو ماتش يعني كام الثمن وطبعا الفعل المساعد بيجي بعدها از وات هنا عايد على التيشيرت فهيقول له هاو ماتش از ات كام ثمن التيشيرت قال له 150 جنيه وقال له اني سينك ايلس فطبعا هيقول له ثانكس او ثانك يو بيقول له اي حاجه ثانيه يعني فقال له شكرا كده تمام نكمل مع بعض السؤال الاختياري بيقول هنا this chocolate is free the word free means نقط طيب هنا بيقول ان الشوكولاته دي مجانا كلمه مجانا بقى تعني ايه ببلش يعني غير مدفوعه غير مدفوعة اللي هي unpaid السؤال اللي بعده this microwave has a 25% يعني الميكرويف ده عليه 25% يعني وبيكمل يقول it usually costs 500 pounds يعني هو عاده بيتكلف 500 ايه جنيه but now is 375 pounds دلوقتي هو ب 375 جنيه يبقى عليه ديسكاونت يعني تخفيض. اللي بعده بيقول لي they have a or not TV at home to watch film from the internet. يعني هم عندهم عايز يقول بقى تلفزيون ذكي ليه؟ لان هم بيتفرجوا على الافلام على الانترنت. طيب اسمه سمارت تي في يبقى اقول له هنا سمارت. اللي بعده to turn off means to not working اه بيقول بقى كلمه اغلاق التشغيل او ايقاف التشغيل دي بتعني stop working. إنك أنت تتوقف على حاجة عن العمل يعني، توقف عن الشغل برضو اللي بعده بيقول هنا: "The review of the book has nothing not to say about it." وبعدين بيقول: "It sounds great." طيب هنا هو يبدو رائع، بيقول إن التقييم ده للكتاب ما فيهوش خلي بالك هنا بينفي، يبقى ما فيهوش حاجة إيه سلبية اللي هي نيجاتيف. اللي بعده: "The not of smart is stupid." طيب العلاقة بقى بين كلمة "smart" اللي هي ذكي و اللي هي غبي طبعا الكلمتين عكس بعض عكس او مضاد اللي هي antonym يبقى اقول له هنا antonym السؤال اللي بعده بيقول the word not is close in meaning to the word discount طيب بيقول كلمه متقاربه في المعنى مع كلمه discount طبعا دي زيها زي كلمه سيل لها نفس المعنى اللي بعده بيقول هنا my mother uses the not to cook things quickly ماما يعني بتستخدم ايه بقى اللي بيساعدها ان هي تطبخ الاشياء بشكل سريع طبعا بتستخدم مايكرويف اللي بيساعد في الطبخ بسرعة ده اسمه المايكرويف اللي بعده بيقول هنا Our نوت از is a software you can use on your computer or phone طيب برنامج تقدر تستخدمه على التليفون او على الكمبيوتر قلنا ده اللي هو التطبيق تطبيق بقى اللي هو application او طبعا كلمة app اللي هي اختصارها واللي بعده بيقول هنا the word كلمة would can be an adjective by add the suffix or not نقدر نحصل على الصفة بأننا نضيف لها suffix في الآخر كده en عشان تبقى wooden اللي هي معناها خشبي نيجي بعد كده على سؤال correct السؤال الأول بيقول هنا the نقط sing in my kitchen is the fridge طيب خلي بالك بقى دي الصيغة دي اسمها صيغة تفضيل احنا قلنا شباب صيغة التفضيل إن الصفة بيجي قبلها ذا، حط عينك كده لقيت ذا يبقى ده تفضيل. طب هو التفضيل بستخدم فيه مور ولا موست؟ اسمها ذا موست، يبقى عايز يقول هنا إن أفضل شيء، يقول له ذا موست يوسفول، أفضل شيء نافع في المطبخ يعني هو التلاجة، يبقى موست بيجي قبلها ذا. اللي بعده بيقول لي ذا فيلم was terrible. I think it was the most فيلم I have ever watched، برضو دي صيغة إيه؟ تفضيل. ذا يا شباب بيجي وراها الصفة اخرها ايه سيتي طب بات دي صفه غير منتظمه فاكر كان اسمها ايه برافو عليك ذا وورست لازم تبقى حافظها اللي بعده بيقول هنا نيزر ماهر نور محسن نقط ان ذا كلاب يسترداي خليك فاكر القاعده ان نيزر نور الفعل بيجي بعدها يتبع الفعل الثاني اللي هو محسن شوف بقى محسن ده مفرد ولا جمع محسن مفرد يبقى هختار ايه يا اما يا اما از طب شوف بقى يسترداي دي ماضي يبقى ووز ولا از يبقى واز يبقى واحده واحده اول حاجه بتشوف الفعل الثاني مفرد تشوف زمن الجمله يبقى اقول له واز بعد كده بيقول بوز ايمان طبعا ايه يبقى لازم بقى اند احنا قلنا شباب كل من ايمان وايه جود ذا فول ماركس حصلوا على على الدرجات يبقى كلمه بوز بيجي معاها اند اللي بعده وايل امل نقط اسماء كولد هير طيب خلي بالك بقى هنا انا عندي وايل ده رابط بيجي بعد منه ماضي مستمر عايز ماضي مستمر شوف الفعل ده مفرد ولا جمع أمل هنا مفرد يبقى استخدم was والفعل مضاف له ING يبقى أقول له was reading بينما أمل كانت بتقرأ أسماء طبعًا ندهت عليها حدثين قطعوا بعض في الماضي بعد كده بيقول my brother نقط in 2005 طيب هنا بيقول أخويا عايز يقول ولد في سنة 2005 طبعًا كلمة ولد دي يا شباب لازم هنا كلمة born يجي قبلها verb to be بي. فهقول هنا was لأن أخويا ده مفرد فأقول was born معناها ولد طبعًا دي صيغة مبدأ المجهول اللي بعده This is the not exam I have ever done. طيب برضو كلمة ذا لما بيجي وراها صفة، الصفة دي بتيجي آخرها إي إس تي، دي صيغة تفضيل. طب لو آخرها واي بشيل الواي وأحطها أي تبقى أي إي -E إس تي. فالصح إنك تقول ذا إيزيست إنك أنت تجعلها بقى صيغة تفضيل. ذا والصفة آخرها إي إس تي. اللي بعده؟ They not us at home last week. طيب ده زمن الجملة إيه؟ قلنا دور على كلمة تدل على زمن الجملة. لاست ويك يعني الاسبوع اللي فات ده ماضي يبقى تقول لي هم زارونا يعني في البيت يبقى visited الفعل اخره اي دي اللي بعده بيقول هنا نيزر او نايزر انه صح امنيه نور نورا ايفر نقط لاين قلناها من شويه قلنا يا شباب نيزر نور الفعل يدعى الفعل الثاني الفعل الثاني اللي هو نورا دي مفرد يبقى الفعل هيجي مفرد شوب هنا فعل في المصدر المضارع البسيط لما يكون الفعل مفرد بنحط الفعل اس فنقول شوبس بعد كده بيقول لي شي نقط a ريبورت يسترداي طيب يسترداي دي اصلا ماضي ما ينفعش اقول رايت او روت اللي هو الماضي منها ولازم تبقى حافظه يبقى هي كتبت التقرير امبارح الصفحه اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا امتحان على الوحده الثانيه بالكامل امتحان بيبدا معايا باول سؤال في الامتحان هو سؤال الدالو سؤال المحادثه طبعا زي ما اتعودنا اهم حاجه انك انت تقرا المحادثه كلها على مالك وترجمها قبل ما تحل خلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادثه بتتكلم عن ايه. بيقول هنا سامي wants to buy a jacket from a shop يعني سامي عاوز انه يشتري جاكيت من محل. خلينا نشوف بقى الشوب اسيستنت البائع في المحل بيكلم سامي وبيساله بيقول له كان اي هيلب يو يعني هل انا اقدر اساعدك؟ فسامي قال له يس بليز ايوه من فضلك وقال له بقى اي ام لوكينج فور ا جاكيت يعني انا بدور على جاكيت. وكمل بقى وسأله سؤال اقرأ الإجابة علشان تعرف السؤال البياع قال له Yes I have got different styles يبقى بيسأل عن ايه عن ستايلات مختلفة فهنا بيقول يس يبقى هسأل بهل طب هجيب هل منين الإجابة فيها ايه آي have هستخدم have بمعنى هل انتوا عندكم يبقى have you got على بعضها كده يبقى يقول له have you وهتكمل بقى من بعد got got different style خلاص يعني هو بيسأله انتوا عند عندكم يعني اشكال مختلفة فقال له في الإجابة: أيوه إحنا عندنا طبعًا أنظمة مختلفة وملابس مختلفة، يبقى هاف يو جوت ديفرنت ستايلز؟ تمام؟ يبقى إحنا نكتب الإجابة زي ما هي كده شباب، وطبعًا ده سؤال فهيحط في الآخر علامة استفهام، هل أنتوا عندكوا ستايلات مختلفة يعني؟ فقال له أيوه. بعد كده بعد ما قال له عندنا، سأله هو سؤال بقى البياع، شوف بقى رد عليه سامي وقال له: "I would like the black one". بلاك ده يعني لون اسود انا عايز بقى حاجه يكون لونها اسود جاكيت اسود فبيسال عن اللون اتفقنا بنسال عن اللون بوات كلر يبقى هيقول له هنا وات كلر وهستخدم نفس الفعل اللي موجود تحت اللي هو وات وات كلر وات لايك وبعدين وود لايك طبعا ممكن اكمل واقول له تو باي او اقول له وود يو لايك وخلاص ايه يعني اللون اللي انت حابه فهنا قال له وات دو يو ثينك اوف ذس وان ايه رايك بقى في الجاكيت ده قال له حاجه وقال له هاو ماتش از ات يعني وقعنا كده ان هو موافق فهيقول له ان هو زي ما اتفقنا اتس نايس nice او اتس اوكي okay". ايه رايك في الجاكيت ده فقال له تمام بكام بقى سعره كام طيب بصوا في المحادثه هو مفيش سعر معين اكتب اللي انت عايزه بقى خلاص جاكيت مثلا ممكن نقول اتس 400 باوندز يعني هو مثلا ايه ب 400 جنيه واي اي مبلغ هيتكتب هنا صح قال له ذاتس جريت اي ويل تيك ات انا هاخده هير يو ار بيديله الفلوس او هو بيديله يعني الحاجه فهو يقول له اتفضل الفلوس هيقول له ازاي يقول له اوكي okay". Here is the money تفضل الفلوس يبقى هو قال له البياع هو اللي له here you are فضل جاكيت فيقول له اوكي okay. here is the money طيب بعد كده عندنا سؤال مهم برضو. سؤال ريد اند كومبليت تكمله النص السؤال ده هو عباره عن نص صغير النص ده تقراه كويس جدا وهتترجمه على مهلك وبيدي لك فوق هنا ست كلمات الكلمات دي بتبدا تختار منها اربع كلمات وتكمل بيهم الفراغات اللي قدامك دي طيب نبدا مع بعض بيقول لي هنا نورا is excited because she has a new phone يعني نورا متحمسة جدا عشان هي جالها تليفون جديد First أولا she needed to charge the battery هي عايزة تشحن البطارية طب تعمل إيه بقى عشان تشحن البطارية؟ بيقول لي to do this لكي تفعل ذلك she not in the phone اه عايز بيقول عشان تعمل كده لازم تعمل إيه؟ plugged in يعني إيه plugged in؟ توصل التليفون بالكهرباء and not it on وطبعا بيكمل معايا وبيقول لي and turned it يعني ان هي تفتحه، ايه اللي خلاني اختار turn؟ عشان في on خلاص يبقى يقول and turned on يبقى رقم اتنين هتبقى كلمه turned اللي هي طبعا هنختارها في رقم اتنين بعد كده بيقول then she left it for a few hours وهتسيبه طبعا لمده ايه؟ ساعات قليله، يبقى نختار كده رقم اتنين يا شباب مع بعض كلمه turned وبعد كده بيقول لي هتسيبه ساعات قليله وبعدين she needed هي احتاجت بقى To not some information about herself اه احتاجت ان هي تدخل بعض المعلومات عن نفسها. طيب قلنا يدخل معلومات دي اسمها fill in فرقم ثلاثه هنا هتبقى fill in some information. The phone asked for a note now she can log in and use her phone. هي دلوقتي تقدر تدخل وتستخدم التليفون يبقى التليفون طلب منها ان هي تعمل باسورد. الباسورد اللي هو الرقم السري او كلمه السر يبقى رقم اربعه باسورد. طيب راجع معايا الاجابات كده تاني. اول واحده عندي plugged in اللي هو يوصل يعني التليفون في الكهرباء ورقم اتنين قلنا تيرن اون ان هي تشغل التليفون ورقم ثلاثه قلنا فيل ان انفورميشن تملا المعلومات واخر حاجه كانت كلمه باسورد اللي هي كلمه السر. بعد كده بيكون في عندنا سؤال القطعه. طبعا سؤال القطعه وسؤال مهم جدا اهم حاجه فيه انك انت تقرا القطعه كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنقرا القطعه ونبدا نحل الاسئله على القطعه. بيقول هنا يو بروبابلي هاف افريج ان يور هاوس. to keep your food cool بيقول من المحتمل ان انت عندك تلاجة في بيتك لكي تحفظ الطعام بارد بعد كده بيقول but ولكن have you ever thought عمرك بقى فكرت about what people did in the past الناس في الماضي كانوا بيعملوا ايه طيب بعد كده بيقول لي ان people الناس يعني have used ice to keep food cool الناس في الماضي كانوا بيستخدموا التلج او الجليد علشان يحفظوا الطعام بارد for thousands of years من ألاف الايه السنين وبيقول لي in the north of Europe في طبعا شمال أوروبا in winter في الشتاء people الناس were able to use snow or ice بتكلم هنا عن الجليد الطبيعي الناس يعني قادرين يستخدموا الجليد which they kept underground for many months بيحفظوا تحت الأرض لشهور عديدة كمان بعد كده بيقول لي in 1842 an American doctor دكتور أمريكي اسمه بقى جون جوري الدكتور ده بيسمى جون جوري انفنتد ا ماشين اخترع اله تو ميك ايس تقدر تصنع التلج يعني. هي يوزد ات هو استخدمها تو كيب بيبل كول علشان يخلي الناس تبقى بارده يحافظوا على برده. When they got an illness اثناء مرض لما جاء مرض يعني يسمى yellow fever اللي هي الحمى الصفراء. بيقول بعد كده by 1900 places بحلول سنة 1900 places that sold الأماكن اللي بتبيع اللحمة يعني in the USA في أمريكا started to have fridge and today بدأت إن هي تستخدم التلاجات nearly النهاردة بقى تقريبا all homes in USA have a fridge in their kitchen تقريبا بقى النهاردة كل البيوت في أمريكا بيكون عندهم الإيه التلاجات في المطبخ الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض حل سؤال القطعة بيكمل هنا وبيقول وي كونتينيو استمرينا يعني او بنستمر to use the same technology استخدام نفس التكنولوجي for fridges that we have used for a century اللي هي كانت بتستخدم منذ قرن يعني من قرن. The problem المشكله از that a room ان الغرفه with a fridge ان it is a lot uh, noisier الغرفه اللي فيها التلاجه دي بيكون فيها ازعاج كتير and hotter than other rooms من اي غرفه ثانيه وبيكون فيها حراره شديده بعد كده بيقول لي now الناس دلوقتي people are designing modern fridges الناس دلوقتي صمموا ثلاجات جديده that are neither hot nor noisy ولا فيها بقى حراره ولا فيها ازعاج these are going to use less energy too كمان هي تستخدم طاقه اقل so لذلك they will be more efficient هي بقى هتكون اكثر فعاليه للعمل في المستقبل طيب خلينا نبدا نحل اسئله القطع بيديني تلات اسئله اختياري وثلاث اسئله مقاليين نبدا السؤال الاول بيقول هنا مودرن فريجز ار جوينج تو نوت بيتكلم عن الثلاجات الحديثه هو هتكون ايه طيب في اخر القطعة هنا شباب احنا قلنا ان هي تو يوز ليس انرجي هتستخدم طاقه اقل يبقى هننقل هنا ونقول يوز ليس انرجي السؤال اللي بعده بيقول هنا جون جوري invented a machine that نقط العالم الامريكي ده هو اخترع اله اللي كانت بتصنع الايه؟ برافو عليك التلج اللي هو ايس يبقى له هنا ميد ايس. السؤال اللي بعده بيقول هنا ذا وورد افشنت مينز مقط هنا كلمة افشنت دي معناها أكثر فاعلية اللي هي كويك أند كالم، التلاجة يعني هتكون سريعة وهتكون هادية. بعد كده بيكون عندنا ثلاث أسئلة مقالية على القطع بنحلهم برضو من خلال القطع. نبدأ مع بعض. السؤال الأول بيقول لي: What is the main idea of the passage؟ طيب كلمة main idea اللي هي الفكرة الرئيسية للقطعة. القطعة بتاعتنا بتتكلم عن تاريخ الثلاجات، فأقدر أقول هنا the history اللي هو تاريخ of fridges، الثلاجة. طيب أنا مستر أقدر أغير الإجابة دي؟ أه طبعًا. الفكرة الرئيسية تقدر أنت تلخص اللي أنت فهمته من القطعة في كلمتين ثلاثة إحنا هنا بنتكلم عن تاريخ الثلاجات بشكل عام، يبقى the history of fridges، تاريخ الثلاجات. اللي بعده: Do you think fridges are an important invention why why not هل انت بتعتقد ان تلاجات اختراع مهم ليه وليه لا طبعا هتقول له yes I think so ايوة انا اعتقد كده ليه بقى السبب اهم حاجة تقول لي because وتقول سبب احنا قلنا فوق ان هي بتحافظ على الاكل fresh and cool يبقى اقول because they keep our food هي بتجعل او بتحافظ على الـ our food يعني طعامنا تقول fresh, طازج and cool وان هو يكون بارد يعني. يبقى بتحافظ على الطعام بتاعنا؟ Cool بارد. اخر سؤال بيقول لي summarize the first paragraph in one sentence from your own. لخص يعني النص الاولاني في جمله واحده. طيب النص الاولاني كان بيتكلم على الناس في الماضي كانوا بيستخدموا التلج، فاقدر اقول people الناس يعني in the past يعني الناس في الماضي used ice استخدموا الجليد اللي هو الجليد الطبيعي، التلج الطبيعي اللي بيبقى على الجبال، يبقى people in the past used ice to keep food cool هم استخدموا التلج ده علشان يقدروا ان هم يحفظوا الطعام بتاعهم ان هو يكون بارد يبقى اقول keep food cool بعد كده بيكون عندنا سؤال اختياري هنبدا مع بعض السؤال الاول بيقول هنا or an نقط is a container or device in which water is boiled طيب احنا قلنا الحاجه اللي بنقدر نغلي فيها الميه الجهاز اللي بنغلي فيه الميه ده اسمه كتل اللي هو الغلاية يعني السؤال اللي بعده my bag is the best not the leather is soft حليناها قبل كده الشنطة بتاعتي بتكون لها جودة عالية بأفضل جودة جلدها بيكون ناعم جدا جودة اللي هي quality السؤال اللي بعده to make the adjective from the word use we add not علشان نكون الصفة من كلمة use احنا بنضيف لها ايه طبعا بنحط لها ful علشان تبقى useful اللي هي معناها نافع أو مفيد يبقى هنا اف الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الأول فيها بيقول هنا A note is something that is a good price to encourage people to buy it طيب بيقول هنا الحاجة لما يكون لها سعر جيد علشان تشجع الناس ان هو يشتريها الموضوع ده بقى اسمه عرض خاص عرض خاص ده اسمه special offer يبقى قول هنا special offer اللي بعده the anthem of the word plane خلي بالك بقى كلمة Antonym عكس أو مضاد كلمة plain اللي هي معناها سادة عكس كلمة سادة اللي هي ملون يعني اللي هي colorful يبقى أقول هنا colorful اللي بعده when you are unhappy about something you make a note لما تكون مش سعيد تجاه شيء معين أنت تقدر تعمل طبعا شكوى قلنا بقى كلمة شكوى اللي هي complaint يبقى أقول هنا complaint بعد كده بيكون في عندنا سؤال correct نبدأ مع بعض السؤال الأول بيقول لي نون اوف نقط ون ذا فيرست برايس طيب عايز أقول ولا واحد منهم هنا ما ينفعش أقول زي المفروض أجيب ضمير مفعول ضمير مفعول من زي اللي هو زم عايز أقول يعني ولا واحد منهم فاز بالجائزة الأولى إيه بقول له ذيم اللي بعده last year we not a very long bridge in China last year قلت لك حط عينك على الكلمة اللي بتدل على الزمن دي بتدل على الماضي ماضي بقى هتجيب لي الماضي من بيلد لازم تبقى حافظه اللي هو بيلد يكون اخره تي يبقى اقول له بيلد اللي بعده اي سينك اتس نوت تو باي كلوز ان شوبس زان اونلاين حد فاكر لما قلت لك دور في الجمله على كلمه زان وحط عينك عليها وقول يا مستر طالما في زان يبقى دي مقارنه مقارنه بقى هتجيب لي صيغه المقارنه من جود لو انت حافظها اسمها بيتر لو مش حافظها لازم تحفظها وصيغه التفضيل منها ذا بيست يبقى تقول لي بيتر زان اللي بعده بيقول هنا: "Red is not popular color for our toasters this year". طيب هو هنا بيفضل اللون ده على كل الالوان. طالما طيب بيفضله على كل الالوان يبقى اسمها the most popular. دي صيغه تفضيل. كلمه popular صفه طويله. فاحط قبلها the most او the least. هو جايب لي most بس اقول له لا اسمها the most. السؤال اللي بعده: "As I not TV the light went out". طيب هنا جملتين وفي as الجمله اللي بعد as بتيجي ماضي مستمر. الجمله الثانيه جايه ماضي بسيط. ماضي مستمر I بيجي معاها was زائد الفعل المضاف له ing فاقول I was watching يبقى هنا was plus الفعل المضاف له ing نكمل سؤال paragraph طبعا ده مجاب عنه في نهاية الكتاب ولكن زي ما عملنا السنة اللي فاتت ان شاء الله في مذكرة بتجهز المذكرة دي هتنزل لك على القناة بصيغة بي دي اف هيكون موجود فيها شباب اهم موضوعات الparagraph لتالتة عتادي وازاي تقدر تحل السؤال ده بكل سهولة الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض بيكون في عندنا جزء الأسئلة الخاصة بطلاب الأزهر الشريف واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال الدايلوج سؤال المحادثة طبعا أهم حاجة إنك أنت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل وخلي بالك بقى السطر ده مهم جدا بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه بيقول هنا علي is making a complaint about a mobile he has bought يعني علي بيعمل شكوى بخصوص الموبايل اللي هو اشتراه خلينا نشوف كده هنا علي بيكلم الاسيستنت اللي موجود في المحل وبيساله بيقول له كان اي سبيك تو ذا مانجر بليز هل بقى اقدر اكلم المدير من فضلك؟ الراجل رد عليه وقال له يس اوف كورس ايوه بالطبع وساله سؤال الاجابه كانت اي هاف بوت موبايل اند اي ونت تو ميك ا كومبلينت بيقول له ان انا اشتريت موبايل وعايز اعمل شكوى يبقى الراجل بيساله يعني ايه المشكله عايز تقابل المدير ليه؟ ايه المشكله يعني؟ فهيقول له وات از ذا ماتر اللي هي يعني ما المشكلة؟ طب واحد تاني يقول له مستر وات از ذا بروبلم؟ صح؟ طب واتس رونج صح؟ يبقى انت عندك اكتر من صيغه بتسال بيها عن المشكله واتس ذا ماتر ما المشكله؟ قال له ان انا اشتريت تليفون ما قالوش المشكله لسه. طيب الراجل قال له هنا حاجه قال له ات دازنت ورك ويل اه التليفون بقى طلع مش بيشتغل كويس يبقى هنا بيساله ايه المشكله بقى مع التليفون؟ ما هو قال انا اشتريت تليفون هيكرر السؤال عليه وهيقول له وات از رونج ويز يور موبايل؟ يعني عايز يقول ايه المشكلة اللي في التليفون اللي انت اشتريته؟ هو بيقول له انا اشتريت تليفون وعايز اعمل شكوى. دي أول حاجة. رد عليه السؤال وقال له واتس رونج ويز يور موبايل؟ ايه المشكلة مع تليفونك؟ فقال له إن هو ما بيشتغلش كويس. الباقي قال له سوري جيف مي يور ديتيلز أند أي ويل سيند يو أنيو وان. يا سلام قال له أنا آسف بقى يديني البيانات بتاعتك وأنا هبعت لك واحد تاني. فقال له أوكي وهيشكره طبعا ويقول له ثانك يو شكرا لك. واتحلت المشكلة. طيب بعد كده يكون عندنا سؤال اختياري نبدا مع بعض السؤال الاول بيقول هنا يو كان يوز ذس نوت تو جيت ذا انفورميشن يو نيد اونلاين انت تقدر تستخدم ايه علشان تحصل على المعلومات اللي انت محتاجها من على الانترنت طبعا تستخدم الموقع موقع بقى اسمه ويب سايت اللي بعده بيقول هنا ذا كمبيوتر از نوت وركينج از ات ان الكمبيوتر ده ما بيشتغلش هل هو متوصل بالكهرباء ولا لا طبعا دي اسمها Plugged in يبقى اقول له هنا Plugged. اللي بعده بيقول هنا You can make a hot drink with not. انت تقدر تعمل مشروب ساخن بإيه بقى؟ طبعا بآلة صنع القهوة اللي هي اسمها Coffee Machine. يبقى اقول له هنا Coffee Machine. السؤال اللي بعده My phone is not working. I need to نوت the battery. التليفون بتاعي مشغل كويس. انا محتاج ان انا اشحن البطارية. يشحن اللي هي Charge. السؤال اللي بعده بيقول هنا تلفزيون التلفزيونات ار نوت اكسبنسيف than kettles. اه خلي بالك دي صيغه مقارنه بقى اللي عرفنا قلت لك قبل كده بعد النقط حط عينك كده لو لقيت كلمه زان يبقى دي مقارنه عايز قبلها ايه بقى مور او لس هتقول لي مور اكسبنسيف اغلى من الغلايات يعني ذس شوب از نوت انتريستينج نوت تشيب Let's go to a different one. عايز كلمتين هنا، هذا المحل عايز اقول بقى ولا هو شيق ولا هو رخيص، ليه بنقول كده؟ لانه في الاخر بيقول يلا بينا نروح واحد تاني، يبقى مش عاجبه، يبقى اقول نيذر نور ولا ولا، يبقى نيذر انتريستينج نور تشيب. بعد كده عندنا سؤال الـ طبعا ده عبارة عن ست جمل، إن شاء الله برضو الست جمل دول هينزلوا في في مذكرة الـ اللي قلنا عليها وهتنزل بي دي اف سواء للعام أو للأزهر. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض ودي آخر صفحة في اليونت. بيبدأ يمرني تدريب بسيط كده بس خلي بالك ده ما بيجيش في الامتحان يعني الصيغه دي من السؤال مش هتلاقيها موجوده عندك في الامتحان دي محادثه ولكن في صوره اختياري بيكرر لك يعني انت اللي هتختار السؤال وهتختار الإجابه. طيب هنا بيقول أشرف and his friend عمر are talking about عمر's new mobile phone بيقول إن أشرف وصاحبه عمر بيتكلموا عن تليفون عمر الجديد. طيب خلينا نشوف كده أشرف بيكلم عمر ويقول له have يو سؤال بقى have you bought a new mobile phone هل انت اشتريت تليفون جديد؟ طيب ما احنا عرفنا من فوق ان هو اشترى يبقى هيقول له ايه؟ هيقول له يس السؤال بهل بجاوب عليه بس لازم يكون فيها هاف فعشان هنا كان ولا نو اي كانت تنفع هيقول له يس اي هاف لان هو قال فوق ان هما بيتكلموا عن التليفون الجديد بعد كده اشرف ساله سؤال قال له في الاجابه اه اتس 4000 باوندز الاجابه دي اللي هتخليك تختار السؤال من الاربعه دول طيب هنا بيسال عن السعر او الثمن لما اجي اسال عن الثمن بسال بهاي ماتش طبعا هكرر تاني السؤال ده ما بيجيش في الامتحان بالشكل ده بعد كده بيقول اشرف سال سؤال هتختار انت بقى واحد من دول بناء على الاجابه بتاعه عمر عمر قال له نوت ييت ليتس تشيك together لا لغايه دلوقتي انا ما فحصتش التليفون يبقى هيقول له هل انت تشيك ات هل انت فحصت التليفون ده يبقى هاف يو تشيك ات اللي بعده هنا اشرف قال له لوك ات doesn't تشارج بص بقى ده طلع ما بيشحنش يعني فقال او وات شود اي دو ماذا يجب ان افعل هتختار بقى انت حاجه من الاربعه دول طب بناء على ايه؟ هنا بيقول لك يو شود ستدي هارد، طب ايه علاقة المذاكرة؟ ده هو هيقول له في الآخر خالص يو شود تشينج ات فروم ذا شوب، يعني يجب بقى إن أنت تغيره من الإيه؟ المحل اللي أنت اشتريته منه. طيب نكمل مع بعض المحادثة لسه ما خلصتش في صيغة اختياري، وقلنا السؤال ده ما بيجيش في الامتحان بالشكل ده. هنا في الامتحان أنت بتكتب من نفسك. عمر قال أوكي، okay, I will go back to the shop right now to change it. Thanks for your advice، قال له يعني أنا هرجعه للمحل. انت رايك صح وشكرا على النصيحه في الاخر اشرف هيرد عليه ويقول له يو ار ويلكم وانا لما حد يقول لك ثانك يو تقول له يو ار ويلكم اللي هي العفو بعد كده بيكون عندي سؤال اختياري السؤال الاول بيقول لي هنا كتلز ار اكسبنسيف زان تابلتس زي ما قلت لك اهم حاجه لما تيجي تحدد صيغه المقارنه حط عينك كده لو لقيت كلمه زان شوف اللي قبلها اكسبنسيف صفه طويله يبقى هيجي قبلها مور او لس هو بيقول لي اقل ثمنا فاقول ليس اكسبنسيف اللي بعده بيقول هنا which book is the not useful؟ قال له the science book طيب بيسال بقى طيب ذا قلنا بيجي وراها most مش more دي صيغه تفضيل يبقى the most useful اللي بعده بيقول لي I don't like بيتزا قال له نقط do I طيب خلي بالك بقى الجمله هنا منفيه طالما منفيه يا شباب يبقى بيستخدم معاها كلمه نيذر فيقول له نيذر دو اي بعد كده بيقول لي هنا when I go to the restaurant I not eat fish or chicken طيب برضو هنا ما ينفعش كلمة بوس ليه بقى هنا عايز يتكلم بكلمة ايزر طب ليه انا عندي اور تشيكن او طب هي اسمها ايزر اور يبقى هنا اقول له ايزر